هنا فيه اليوم. البداية بقطاع النقل ومشروع الحافلة الذكية التي تعمل وفق نظام الدفع الإلكتروني كحل تقدمه المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط من خلال أرضية رقمية موحدة تجمع كافة متعاملي النقل وتحمل الكثير من المزايا والحلول لمشاكل النقل في بلادنا. في موضوع آخر، إسدال الستار على فعاليات الطبعة الأولى للمهرجان الوطني للكسكسي سلطان وسلطانة الذي نظم بمخيم عين عنتر بولاية سمسيلت بمشاركة 26 طباخا وطباخة، فاز فيها الطباخ محمد تماسيني من ولاية بومرداس. في ركن الصحة لنا وقفة اليوم مع تخصص جراحة المخ والأعصاب، وبالضبط عند مستشفى شرشال الذي يتكفل ب 1200 عملية جراحية سنويا. ما هي التقنيات الحديثة المستخدمة في علاج المرضى هناك؟ في آخر محطة في هذا الصباح، صحوة روحية، معرض جماعي يحتضنه رواق أمانديل بالعاصمة إلى غاية 10 جويلية القادم بهدف جمع مبيعات اللوحات الفنية لفائدة جمعية والنسني لمساعدة مرضى الزهايمر وعائلاتهم. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل كل هذه المحاور. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأفاضل. إذن الحافلة الذكية تعمل بنظام الدفع الإلكتروني، مشروع يقدم حلولا لمشكلة النقل والسفر عبر المسافات الطويلة من خلال أرضية موحدة رقمية تجمع كافة متعاملي النقل وتحمل الكثير من المزايا. سهام رزوق حضرت تجربة هذه الحافلة وعادت لنا بهذا الروبورتاج. ذكية تعرض خدماتها عن طريق جهاز تي بي يو، حيث يتسنى للمسافر الاستفادة من عدة خدمات معروضة والتي ستدخل حيز الخدمة في الأيام القلائل. اقتنينا أنه تي بي يو هذا اللي ما يكتفيش أنه يبيع التذكرة الإلكترونية واللي هي تعتبر ك يعني عقد أمان بالنسبة للمسافر، لأنه فيها رقم الحافلة، فيها رقم السائق، وفيها الاتجاه، والأهم من هذا هو التسعيرة. يعني قضينا على نوع ما من هذيك الظاهرة، يعني اختلاف الأسعار ولا تلاعب في الأسعار. دونك هذه ما يقدمه هذاك التي بي يو. نفسها هي محددة من طرف وزارة النقل، والإضافات اللي قمنا بها في هذاك التي بي يو أنه مثلا احنا قمنا بإعداد دفتر شروط أن كاي تشارج اللي احنا أون فالونسي انسيسامون. الخدمات اللي بالإضافة إلى التذكرة الذكية الإلكترون اللي قدمها، أنه مثلا نقدر نستعملوه في تحديد نوع الاكل المقدم من طرف المؤسسات اللي راح تتعاقد معنا مستقبلا لهاد المطاعم. قمنا باعداد دفتر شروط اللي احنا نطلقوه ان شاء الله. بين الخدمات اللي قدمها هاد تي بي يو، قلنا تحديد نوعيه الطعام الاكل المقدم من طرف المطاعم اللي مستقبلا سوف نتعاقد معها عن طريق هاد دفتر الشروط اللي حطته المؤسسة. ما يحتوي هذا دفتر الشروط كله في خدمة المسافر والمواطن الجزائري. تي بي يو يقوم كذلك بكيف نقولوا الفليكسي، يقوم بفليكسي دي سوم دارجون كسوسوا للهواتف المحمولة، سواء دي باس دانترنت سواء فليكسي يعني اللي تكلم. تي بي يو هذا يا رايح ان شاء الله هو اللي يكون يعني يضمن به نضمن به حقوق المسافر. يعني هذا اذا كان استعملنا هذا يعني نقدروا نضمنوا يعني الحقوق كما قلت لك انت. المسافر اذا كان مشى، اذا كان خلص 10 كيلومترات يخلص حق قيس 10 كيلومتر، اذا كان مشى 100 كيلومتر يخلص قيس 100 كيلومتر. يعني ما عندوش مثلا هذاك اللي يقول لك راهو رايح البسكره يهبط ربما قبل بسكره ب 10 ولا 20 كيلومتر يخلص حق بسكره. يعني هذوك تخصم هذوك ال 10 كيلومترات ولا ال 20 كيلومتر من خلال التي بي يو هذا. لوبجيكتيف فينال سي حنا غدوه راح نبيعوا ان تيكي انكلو باغ اكزومبل انكلو فيه اون ريزرفاسيون دوتيل. اون فو الي نروحوا للوهران فيها كي تشري.
Hébergement, donc aller-retour, hébergement. Donc j'ai eu une prestation complète. La prestation de transport, elle est liée automatiquement au tourisme. ومن ضمن الخدمات التي تعرضها أيضا المؤسسة الوطنية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط، وهذا من أجل ضمان راحة المسافر، هي التحكم في سير الحافلة عن بعد، حيث يتم معرفة سرعة سير الحافلة. بون حنا رانا نخدموا بين ابليكاسيون جيولوكاليزاسيون جي بي اس اللي تخليك تسويفي الحافله تاعك اتي مومون طون ريال، تشوف البيس تاعك وين طاحهم بان، تشوف لي زالير، تشوف لي تينير اللي راهو يمشي السرعه. فوالا لا سيت فيتاس بيان سير، عندنا الجي بسكرا، عندنا الجي سوكهراس، عندنا الجي طارف، عندنا الجي حسين سعود، عندنا الجي افلو. عصرانة قطاع النقل هي من ضمن الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة باعتباره دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني. إثراء للنقاش استقبل ضيف خدمة عمومية بعد الفاصل. ضيفي في الاستوديو السيد كمال باباسي، مدير التخطيط والدراسات الاستراتيجية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط. سيد باباسي صباح الخير، أشكرك جزيلا على قبول الدعوة. صباح الخير سيدتي، شكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد باباسي، دعنا نبدأ معك حول الوضعية الحالية للنقل في بلادنا. ما هي الصعوبات التي يعاني منها المواطن والتي كانت دافعا وراء تصميم هذا المشروع؟ هي في الحقيقة كاين مؤشر يعطينا نظرة واضحة على وضعية النقل في الجزائر، هي استعمال السيارات الخاصة. الجزائريون يستعملوا بزاف لي فواتور، السيارات الخاصة، لأن النقل العمومي ماهوش يعطي كاع الصفات تاع باش نوفروا نقل ذات نوعية ونقل في الأوقات اللي نحبوها حنايا ايتترا. دونك الاستعمال المفرط تاع السيارات الخاصة هو هذا مؤشر باللي كاين مشكل في قطاع النقل العمومي. دونك ابارتير دو لا كي نشوفوا في لا رياليتي نشوفوا كيس كي سباس، كاين اون وضعية جات من بعد تحرير السوق. كان باسكو قبل في الثمانينات كان هناك احتكار في النقل العمومي من طرف الدولة، بعد تحرير السوق من بعد في بداية التسعينات مع الخواص، دونك كاين توفرة تاع النقل، عدد الحافلات ازداد بكمية هائلة. نعم. لكن من ناحية النوعية والجودة الخدمات، جودة الخدمات مازلنا بعاد على هاد الجودة اللي نحوسوا عليها باش المواطن يكون يفضل النقل العمومي على السيارة الخاصة، لأن في النقل العمومي كاين مزايا كبيرة للمواطن والاقتصاد والمحيط ايتترا. دونك هادو هما كاع المزايا، رانا اون بروفيت با باسكو ما راناش نوفروا دونك نقل ذات نوعيه. ومن هذا الصدد حنايا دونك فكرنا باش نحسنوا لا كاليتي النوعيه تاع النقل، والمواطنين كاع يعرفوا الوضعيه تاع النقل ويشوفوا، باسكو المعاناه في بعض الاحيان في النقل. و ميم سي الوفره كاين، صدر عندنا عدد كبير من الحافلات، عندنا امكانيات، عندنا طرق كاين، باسكو في الجزائر كاين شبكة كبيرة وهامة تاع الطرقات منذ سنين. دونك الدولة انجزت مشاريع كبيرة في ميدان الطرقات، ولكن استعمال هذه الهياكل والامكانيات اللي عندنا ماهوش استعمال ذكي. دونك باش يكون استعمال جيد لهذه الوسائل وهذه الامكانيات يلزمنا التفكير على
ان سيستيم سيستيم دو ترونسبور دونك هاد هاد في هاد المنظور حنايا دونك حبينا اون بروبوز اون سوليوشن كي باش هاد الامكانيات فوالا جذب المسافر تكون فوالا تكون مستعمله بطريقه ذكيه. ومن هنا دونك جات فكره الحافله الذكيه. طيب على ذكر كذلك سيد باباسي، حافله ذكيه تعمل بنظام تي بي او، ما هي المزايا التي يقدمها للراكبين والمسافرين؟ ما هو هذا النظام بالذات؟ هو في الحقيقة دونك كاين اون اوبورتونيتي، كاين فرصة في العصر ولا رايحين، كاين توفر التكنولوجيات. هذه التكنولوجيات دونك ولات من اوبليجي علينا باش بوغ اوتيليزي سي تكنولوجي. هاد لي تكنولوجي راح يعطونا امكانيات باش نحسنوا ميادين عديده منها النقل. دونك لو تي بي هذايا سي ان تيرمينال اللي بيع التذاكر مي كونيكتي، استادير الي كونيكتي منصه فوالا متصل فوالا منصه اون بلاتفورم وين عندنا دونك نظره عامة شاملة على المبيعات تاع التذاكر، وعندنا نظرة على الحجز تاع التذاكر في مختلف نقاط البيع. هذا لو سيستيم هذايا يجعل دونك لا اون سيكوريزاسيون، دونك اون سيكوريز او ميم طون عندنا اون فيابيليتي ايتترا. مي هاد سيستيم يل دوموند اسكو يكونوا فيه كومون دي ميتواليزي كاع لي زوبيراتور كاع المتعاملين يدخلوا في هاد لا بلاتفورم باش تكون عندها اون افيكاسيتي، باش تكون اون سوليوشن افيكاس كي فا ابورتي كيلكو شوز. دونك ما في صدير بور لو مومون هاد لا سوليوشن انا بدينا نخدموا بها اون طونك شركه عموميه. درنا منذ اكثر قريب من 3 سنوات وحنا نجربوا فيها. دونك حلينا كاع المشاكل التقنيه بارابور ا لوتيليزاسيون تاعها ايتترا. دونك سكون اتون حنايا سي دانتيغري كاع لي زوبيراتور، باسكو بور لو مومون لا لوجيك تاع ترونسبور المنطق اللي راهين نخدموا فيه في النقل هو منطق تاع الخط من نقطة إلى نقطة وهذا المنطق تاع الخط، وكي نشوفوا عدد المتعاملين صدق الخط يكون رونطابل، وكاين خط يكون رونطابل وخط ماشي ليس ني با رونطابل. دونك كي نخمو حنا حبينا نروحوا في منطق واحد اخر هو منطق الشبكه. نعم. لو ريزو لو ريزو سا فو دير كو كاين خطوط متداخله هذه الخطوط تضمن سيرفيس، تضمن خدمه نوعيه ومتعدده ايضا للزبون. دوك حنا واش رانا نشوفوا في النقل كاين اوقات وين النقل متوفر وبكثره، كاين اوقات وين ماهوش متوفر، كاين دي كاين اكتظاظ سيد باباسي ايام في اوقات الذروه ايام العطل، وكاين دي ديستيناسيون اللي فيهم اون اوفر فيهم عرض كبير وكاين دي ديستيناسيون ما فيهمش عرض. دونك هاد كي نكونوا خمو في شبكه دونك هاد التباين بين الاوقات والاتجاهات ايتترا راح يتحل من خلال منطق تاع الشبكه، وين لا رونتابيليتي ماهيش في لا لين، لا رونتابيليتي راهي في الشبكه كيما راهي كومبلي. دونك هاد لا بلاتفورم قادر تجمع كاع متعاملين مختلفين كي سوا خواص ولا عموميين، باش نقدروا نوفروا للمواطن خدمه متكامله
دونك هاد لو تي بي او حيوفر لنا تذكره موحده. نعم. تذكره موحده صافي دير كو التذكره واحده حتمشي مع بليزيور اوبيراتور باسكو اي لي اونجستري. وعلى ذكرك التذكره سيد باباس، يعني مع على حسب هذا المشروع تحديد تسعيره هذه التذاكر، من سيتحكم فيه؟ كيف يمكن ايضا للمنافسه ان تتكيف مع فتره العطله، عطله نهايه الاسبوع التي تعرف تنقل كبير للمواطنين، او حتى في اوقات الذروه؟ يا اكتوالمون في الوقت الحالي الاسعار اي مقننه، اسعار النقل مقننه، دونك ما نقدروش نخرجوا على واش هو مقنن، مي قادرين ندوزوا على منافسه في الاسعار. هذا ما ماشي يكون ماشي يكون عبء على المواطن، قادر يكون في اوقات وين السعر يكون منخفض، كان وين يكون على حسب هاد انا بصح حنا نهضروا على لي ترونسبور غروند لين، مسافات طويله، مسافات طويله. دونك هاد دوكا بور المومون ما نقدروش نبدلوا الاسعار لانها اسعار مقننه. ولكن قادر يجي مومون وين نديروا منافسه، وهذا التنافس قادر يهبط الاسعار في مناسبات معينه وتكون اسعار معقوله في مناسبات اخرى. دونك بور المومون في الوقت الحالي ما كاش، ليست هناك استراتيجيه تاع الاسعار، صدر شركات ما عندهاش ان بوليتيك دو بري، كل كو سوا لا كاليتي تاع النقل، كيكون نقل ذات نوعيه او غير. نعم. السعر هو نفس الشيء، دونك هذا ايفيكتيفمون سا بوز ان بروبليم في لا كاليتي. دونك في النوع اذا كان النوعيه ماهيش اون لا باي با، ماهيش تكون منافسه في ميدان النوعيه. نعم. دونك هاد النظره هذا مادا بينا حنايا تكون منافسه ايضا في الاسعار، باسكو حتكون مفيده للمواطن، ماهيش تكون مضره للمواطن. هاد تقنين الاسعار في بعض الاوقات يكون صدر ما تكونش هناك وفره. نعم. لان المتعامل تاع النقل ما يقدرش يوفر هذيك الخدمه بالسعر الموجود، ما عندوش صدر الحافله الا ما كانتش عندها زبائن صدر سوفيزامون دوزاجي، ما حش تكون رونطابل. صحيح. دونك كاين لاسبي رونطابيليتي، المردوديه يمشي مع لا كاليتي، مع وفره النقل كذلك. دونك النقل يتم يكون فيه نظره عامه باش نشوفوا كيفاه نقدروا نكون تكامل بين جميع المتعاملين وبين جميع الخطوط المتواجده في الجزائر. الجزائر بلاد واسعه، دونك النقل عن طريق الحافله وعن طريق الطرق، هذا هو الترونسبور اللي نقدروا نديروه في الجزائر، يمكن الرهان عليه دو موان دون لي بروشان زاني. دونك نعم. سيد باباسي، يعني باعتبارك مديرا للتخطيط والدراسات الاستراتيجيه للمؤسسه العموميه الاقتصاديه لنقل المسافرين وسط، وهذا يعني المشروع هو دعوه لكل المتعاملين متعاملي النقل للتكامل فيما بينهم وليس للتنافس، يعني من الاهميه بمكان أن يضمن المواطن نقله، يعني قبل أن يتحرك يعرفون حيروح وكيفاش. ما الذي ينقص أمام التطبيق أو تطبيق وتعميم هذا المشروع؟ أولا كاين أو نيفو دو لا ريغلومونطاسيون
او نيفو تاع القوانين التنظيم ايترا كاين تنظيم لازم يتندار من نوع المعاملات التجاريه وكيفيه باسكو النقل هي خدمه ريغلمونتي سي با ما نقدروش لها قواعد لها قواعد ومقننه دونك ما نقدروش نخرجوا على واش دار القانون واش كاين كوم لوا اون الجيري دونك اون اوبليجي de respecter la réglementation actuelle لكن الى حبينا نديروا قفزه نوعيه في النقل يلزم il faut actualiser les réglementations actuelles تكييف وتحييف فوالا تكييف القوانين الحاليه باش نقدروا نديروا خدمه جديده اللي نقدروا نستعملوا فيها الامكانيات التكنولوجيه المتوفره حاليا ونقدروا نعاودوا تنظيم النقل كما راه اكطوالمون باش نديروا النقل كي دو مانيير ريزو النقل تاع الشبكه نهضروا على شبكه النقل وليس على خطوط النقل دونك هاد القفزه باش نديروها باش تكون افيكاس يلزمنا دونك دي سوبور لي سوبور تكنولوجيك اكزيست دونك هاد لا بلاتفورم اللي عندنا قادره تلبي هاد لو بيزوان هذايا هاد الاحتياجات قادرين نلبيوها بهاد لا بلاتفورم qu'on a développé et qui est donc fini ou il existe ou on l'a testé et tmchi donc qabrk il faut la المتعاملين الخواص ولا المتعاملين ايضا الشركات العموميه اللي راهي في المجمع تاعنا دونك نتحدوا كاع باش نديروا هذه الخدمه خدمه للمواطن لان النقل قبل ما يكون اكتيفيتي ايكونوميك هي خدمة عمومية للمواطن. المزايا تاع النقل ليست في المزايا الاقتصادية واش هي المصادر ليست برك في ليس فقط المردودية والمردودية الربح بل هي خدمة عمومية لأن مزايا النقل معروفة في عبر العالم أيضا يعني وتساهم في التطور تاع البلاد وتساهم في التطور الاقتصادي والجزائر في حاجة ماسة لدعم هذا القطاع باش يكون يوفر خدمات لجميع القطاعات الأخرى الاقتصادية ومن ناحية الاجتماعية الثقافية كذلك. يبقى النقل هو شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية. سيد باباسي يعني هل مشكلة يعني الولوج بشكل أسرع للدفع الإلكتروني ممكن أن تسرع من هذه من هذا المشروع؟ طبعا مشكلة الدفع الإلكتروني هو رانا متأخرين بزاف في الدفع الإلكتروني نهضروا بزاف على الدفع الإلكتروني مي راح يجي توت فاسون الدفع الإلكتروني راح يجي دو مانيير دو نوت اليوم ولا غدوة الجزائري لازم يبدا يتعلم باش يدير يستعمل الدفع الإلكتروني لأن هاد ديجا وشفنا مشاكل تاع السيولة مشاكل تاع هذا الدفع الإلكتروني راح يخلينا نضمنوا الخدمة تاعنا دونك من المنزل قادرين نحجزوا السفر تاعنا دونك يعطينا لا بوسيبيليتي باش نكونوا مطمئنين على الديبلاسمون تاعنا اي او ميم طون سيكوريز لي ترانزاكسيون و لي ايشونج مونيتير فوالا دونك هذا الدفع الالكتروني المنصه تاعنا قادره توفر هذا الدفع الالكتروني لكن هذه الخدمه راهي موجهه لعامه الناس دونك لازم ثقافه تاع موازيه طيب سيد باباسي يعني مشاريع ذكيه كهذه ايضا من شانها خلق مناصب الشغل في بلادنا يعني حتى فرصه انه لما ما يكونش هناك هاتف هناك ايضا نقاط بيع في عجاله وباختصار يعني ككلمه اخيره ما الذي تنتظرونه من هذه الحافله
هو ما ننتظره هو تقديم حل بديل لوضعية النقل حاليا، وكذلك كما قلت راح نوفروا مناصب جديدة، شغل جديدة نعم. في النقل من حيث التكنولوجيات اللي حيكونوا في النقل، وكذلك ما نتمناه هو عودة ثقة للمواطن في النقل العمومي، ونتخلوا او ماكسيموم على النقل الخاص حتى يقضي على مسألة اكتظاظ ومسألة الاكتظاظ، وحنا بلد نستورد كل شيء، استدير هاد الكمية الهائلة تاع السيارات الخاصة راه عنده امباكت ايكونوميك امباكت ايكولوجيك سوسيال ايتترا، وحوادث المرور اللي نشوفوها فيها كاين بزاف حوادث المرور. النقل العمومي قادر كيكون نقل عمومي منظم في تاع النوعية قادر ينقص الاكتظاظ، قادر ينقص حوادث المرور، وقادر أوسي يقتصد للبلاد عملة صعبة ويوفر نقل مريح وآمن أيضا للركاب. أشكرك جزيلا سيد كمال باباسي مدير التخطيط والدراسات الاستراتيجية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين، وسط على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات، وموفقون في هذا المشروع. شكرا سيدتي. مشاهدينا الأفضل إلى فاصل قصير نتواصل بعده، ابقوا معنا. بكم مجددا مشاهدي الأفاضل في موضوع آخر. إسدال الستار على فعاليات الطبعة الأولى للمهرجان الوطني للكسكسي سلطان وسلطانة الذي نظم بمخيم عين عيتر عنتر بولاية سمسيلت بمشاركة 26 طباخا وطباخة، فاز فيها الطباخ محمد تماسيني من ولاية بومرداس. للمزيد من التفاصيل نربط الاتصال الهاتفي مباشرة مع السيدة نجلاء بشينية مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ومنظمة المهرجان الوطني للكسكسي. سيدة نجلاء بشينية صباح الخير. صباح النور سيدتي، نهارك سعيد. شكرا لك على قبول الدعوة سيدة بشينية. حدثينا قليلا عن ظروف هذه الطبعة الأولى للمهرجان الوطني للكسكسي والهدف من هذه الفعاليات التي تضمنت أيضا تنظيم مسابقة أحسن طبق كسكسي. طبعا اذا بمناسبه احياء اليوم الوطني للسياحه المصادف ل 25 جوان من كل سنه، والذي حمل هذه السنه شعار السياحه الداخليه تحدي اليوم رهان الغد، اذا سطرنا احنا كمديريه سياحه وصناعه تقليديه وعمل عائلي لولايه سمسيلت برنامجا ساريا امتد على مدار 4 ايام ومس 3 بلديات. هي في حقيقة الأمر هي 3 أقطاب رئيسية للسياحة على مستوى ولاية سمسيلت، وهي بلدية سمسيلت، بلدية سنيد الحد، وبلدية بوقايد. ومن بين البرنامج المسطر لإحياء هذه الاحتفالية كان يوم المهرجان الوطني الكسكسي سلطان وسلطانة، الذي ضم تقريبا 20 مشاركا من 12 ولاية.
كانت هذه الفرصة سانحة أولا للتبادل السياحي بين الولايات، تعريف بالمقومات السياحية لولاية تيسنفيلد، وكذا التعريف بالتراث وكل ما يصب في خدمة القطاع السياحي. طيب سيدة بشينية، يعني كما أسلفت هذه المسابقة التي أفرزت يعني فوز محمد تماسيني من ولاية بومرداس، عرفت أيضا مشاركة 26 طباخا وطباخة من 18 ولاية. دعينا نتحدث إلى أي مدى يمكن أن تكون هكذا تظاهرات فرصة للترويج السياحي للمنطقة، على يعني مع العلم أنه تيسنسيلت منطقة سياحية فلاحية بامتياز. طبعا هي سانحة جيدة جدا للترويج السياحي. كما تعلمين ولاية تيسنسيلت هي ولاية غابية، ولاية بمقومات سياحية معتبرة. ثمنا من خلال هذه التظاهرة المسالك السياحية لولاية تيسنسيلت، حتى حيث كانت فرصة للمشاركين وكذا للجنة التحكيم بتنظيم رحلات استكشافية للمسالك السياحية على مستوى السياحة الدينية، السياحة الثقافية، وكذا التعريف بالولاية، حيث انبهر يعني انبهر المشاركون انبهارا كبيرا بمقومات ولاية تيسنسيلت. وهذا هو هدفنا من خلال الشعار الذي اختير هذه السنة لإحياء اليوم الوطني للسياحة، اللي هو تشجيع السياحة الداخلية التي تعتبر تحدي اليوم ورهان الغد، حيث كانت بالرغم من جائحة كورونا، بالرغم من تأثيرها الكبير على القطاع السياحة الذي كانت القطاع الأكثر تضررا من هذه الجائحة، إلا أن هذه الجائحة سنحت للجزائريين استكشاف بلدهم والتعرف على مقومات كل ولاية وخصوصية كل ولاية. بلدنا بلد بحجم قارة، كل ولاية عندها خصوصية، وعندها تروحي الهضاب العليا خصوصية، تروحي الشمال خصوصية، تروحي عندنا كل ولاية عندها طابعها الخاص، وهذا ما ساهم وسيساهم بإذن الله في ترويج السياحة الداخلية للجزائر. طيب سيدة بشينية، يعني هذه التظاهرة تتزامن مع قرب انطلاق موسم الاصطياف بالمنطقة، هل كانت لكم على هامش هذه التظاهرة معارض يعني للصناعة أو المنتجات الحرفية والعمل العائلي التي تشتهر بها منطقة الونشريس؟ نعم، في هذا الإطار كما أسلفت ذكر، برنامجنا كان ثريا جدا، امتد على مدار 4 أيام. كان في كل مناسبة نحن نستغل الفرصة من أجل إقامة معارض الصناعة التقليدية، حتى يتمكن العارضون والحرفيون وكذا العائلات المنتجة من تسويق منتجاتهم للصناعة التقليدية وكذا العمل العائلي من أجل تحسين مداخيل العائلات المنتجة. وكانت كذلك على هامش هذه التظاهرة إمضاء اتفاقيات إطار مع مختلف القطاعات، كقطاع التكوين المهني، الشؤون الدينية، الثقافة، الجامعة، حيث كانت الفرصة سانحة جدا للتنسيق القطاعي الهام جدا، لأن قطاع السياحة كما تعلمون جميعا هو قطاع أفقي يتماشى مع جميع القطاعات وتصب كلها في خدمة السياحة الداخلية. أشكرك جزيلا سيدة نجلاء بشينية، مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ومنظمة المهرجان الوطني للكسكسي على هذه المداخلة القيمة. ومحمد تماسيني الفائز بالجائزة الأولى في هذه التظاهرة حاضر معنا أيضا على الهاتف على المباشر. سيد تماسيني صباح الخير وهنيئا لك بهذه الجائزة. صباح النور، صباح الخير على الجميع، الله يبارك فيك ويبارك في كل الجزائريين إن شاء الله. شكرا لك على قبول الدعوة. سيد تماسيني، أنت طباخ ومحضر طعام، يعني ما خصوصية الطبق الذي تقدمت به لهذه المسابقة والذي حاز على اختيار لجنة التحكيم؟ يعني أنا الشيف تماسيني محمد الملقب بشيف أسمر، كامل يعرفوني بشيف أسمر. الطبق هذا تاعي اللي كان بلمسة عصرية ولمسة تقليدية، كان فيه هناك تميز بين الالوان، اختيار الالوان، لازم الطبق تاعك يكون فيه ابداع، يكون فيه روح، يعني يكون تغيير للطبق العصري، تدخل فيه بعض الاضافات باش الطبق تاعك يبان بلمسه عصريه، حله جديده، يعني الطبق مميز، يعني هو حتى هو غني بالفيتامينات، مخدوم بكسكس البلوط والكسكس العادي، يعني صنفين من الكسكس.
قصص الطماطم، غيرنا حتى في تشكيلة تقطيع الخضار، وحتى في الطبق العصري يعني دخلنا فيه شيء جديد. مام في الطبق الأول كنت دير كسكس بالسمك، الطبق الثاني درت بصلصة الحمراء، أما الطبق الثاني العصري السمك هنا ما كنتش درته بطريقة لنفس الأولى، كنت غيرت فيه، غيرت حتى في نوع التتبيلات، ولكن الصلصة تقعد هي نفسها باش يبقى الذوق نفسه. أما كما نقولوا احنا الحمص في الكسكس دائما نعرفوا فيه الحمص، عن الحمص كنت درت له تغييرات وتعديلات فيه، بدلت حتى في الشكل تاعو كما نقولوا باش نديروا فيه هذيك اللمسه ولا لاتوش مودر. طيب سيد تماسيني، يعني برايك الاعتماد على تغيير الاشكال والالوان في اطباقنا التقليديه هل سيساهم اكثر في انتشارها وبقائها وصمودها امام الاجيال القادمه؟ باذن الله، علاش لا، احنا لو كان نقوم بال يعني نقدموا الاطباق تاعنا بحله جديده، ويعني وخلوا التقليدي يقعد تقليدي والعصري نزيدوا نغيروا فيه شويه ونقدموها للناس، يعني كما نقولوا احنا كيجيو السياح عندنا ونقدموا الاطباق تاعنا راح يتعرفوا على بلادنا ويتعرفوا على عاداتنا وتقاليدنا، ويعني مش راح يتغير حتى حاجه، ومنها يعرفوا واش كاين في بلادنا والموروث الثقافي اللي راه كما نقولوا حنايا مخبي. سيد تماسيني، هذه ليست المرة الأولى التي تتوج بها بالجائزة الأولى، يعني كانت لك تتويجات سابقة، ما الذي يمثل لك هذا التتويج اليوم وفي مسيرتك المهنية، وما هي رسالتك للشباب من أمثالك؟ يعني الحمد لله كانت عندي عدة مسابقات خارج الوطن وداخل الوطن، كما كنت شارك في جولدن شاب في مصر، كما كنت شارك في باريكا في بدنا في أطباق عصرية، في أطباق تقليدية بحلة عصرية، كيف كيف ربحت في المرتبة الأولى، كان في يعني في تبسة، تبسة لا مش تبسة، سوق حراس في الباربيكيو المشاوي، يعني كانت عدة مشاركات والحمد لله خديت منها خبرة. ننصح الشباب الى كل واحد والحرفه نتاعو اللي يحب الميت نتاعو ولا الحرفه نتاعو يكمل فيها، ما يديرش حرفه وهو ما يبغيهاش، على خاطر دائما مش راح يكمل فيها ومش راح يعطي مجهود اكثر واكثر ومش راح يبدع في هذيك الحرفه اللي تعلمها. محمد تماسيني، أشكرك جزيلا، وأنت الفائز بالجائزة الأولى في الطبعة الأولى للمهرجان الوطني للكسكسي، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا الأفاضل، إلى ركن الصحة الآن، ولنا وقفة اليوم مع تخصص جراحة المخ والأعصاب، وبالضبط عند مستشفى شرشال الذي يتكفل ب 1200 عملية جراحية سنويا. ما هي التقنيات الحديثة المستخدمة في علاج المرضى هناك؟ أستقبل ضيف الصحة بعد الفاصل. أسعد وإياكم مشاهدينا الأفاضل باستقبال البروفيسور كمال بعيطة، رئيس مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى شرشال. بروفيسور بعيطة، صباح الخير، أشكرك جزيلا على قبول الدعوة. صباح الخير وأشكرك على الدعوة، وإن شاء الله تكون فرصة جميلة أنه نقدمه واش كان في سبيطار شرشال إن شاء الله. إن شاء الله. قبل الاستفاضة في النقاش، نتابع وإياك هذا الروبورتاج الذي أعده الزميل عبد العزيز عليم حول تكفل مستشفى شرشال للجراحة وطب الأعصاب ب 1200 عملية جراحية سنويا. إضافة إلى الجراحة الكلاسيكية، 14 تقنية جراحية دقيقة تعتمدها المؤسسة المتخصصة في الطب وجراحة الأعصاب بمدينة شرشال بولاية تيبازا. راك مليح؟ أنا مليح. والطب كانوا ملاح معك، تهلاو فيك، قاموا بك. طفل صهيب 10 سنوات، جاء من المندية، دار العملية الحمد لله على مستوى المخ، والحمد لله يعني الجراحة جازت على أحسن ما يرام وراه في تحسن. كاين بزاف حالات يجيو، حالات معقدة، كاين يجوا من يعني من مختلف مناطق الوطن. المؤسسة بسعة 80 سريرا تضمن مصالحها الثلاثة متابعة المرضى من مختلف ولاية الوطن، وبمعدل 5 عمليات جراحية يوميا. الحمد لله كنت مريضة، جيت في حالة ما نقدرش نقول لك كيف، بالحياة والموت، الحمد لله طحت في دي بروفيسور الله يبارك، داروا لي تريتمون تاعي، كلش متوفر، الحمد لله. نعم نشوفوا بزاف بزاف لي زافيسي،
هذاك اللي عنده جلطة في الراس ولا يطقطق الدم في راسه، دونك هذوك نشوفوهم هنا في هما لا بلو فريكونت. كاين دوتغ استعجالات باغ اكزومبل لي كريستي بيليبسي الصرع، نشوفوا لي موتات لي سيفاليك يعني اللي عنده ضغط في راسه ولا سطر في الراس ان نورمال. اون جينيرال اون فوا جوسكا 10 مالاد سي دي زورجونس كو دي زورجونس 10 مالاد فوا 15 مالاد سا ديبون او نيفو مستر في لا كونسلتاسيون بار كونتر اون فوا بلوس دي مالاد اون فوا جوسكا 17 18 سا ديبون سي دي كا بار كا. سيرفيس الله يبارك نقي متهليين رحمه ربي. الحاج منين جيت لاخلي؟ من ولايه كان. وش المشكلة؟ المشكلة عندي هي عظم في رقبتي بين الرأس والرقبة. مكسب مهم للصحة العمومية سد نقصا كبيرا في مجال الجراحات المتخصصة والدقيقة في طب الأعصاب، ما مكن من تكفل أحسن بالمرضى. أجدد الترحاب بك بروفيسور كمال بعيطة رئيس مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى شرشال الذي كنا بصدد متابعة هذا الروبورتاج بشأنه. قبل الإسهاب في الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في هذا المستشفى والذي جعلته يتقدم ويعد مكسب مهم في جراحة في هذه الجراحة الدقيقة، دعنا نتحدث عن التخصص في حد ذاته، جراحة مخ وأعصاب تخصص طبي يستدعي الدقة والتركيز العالي. ما هي مختلف الأمراض التي تعالجونها تحت ضمن تحت هذا التخصص؟ يعني هو كما قلتي باللي التخصص تاعنا جراحة الأعصاب هو تخصص صعيب يحتاج عمل، العمليات هي عمليات معقدة اللي تكون طول الزمن فيها كبير، انه العمليات تقدر تكون 8 سوايع حتى 10 12 ساعة. عمليات اللي راح تدار بالسو ميكروسكوب تدار بالميكروسكوب ولا بالمنظار، يعني امور اللي راهي معقده، نخدموا مع المخ نخدموا مع الاعصاب مع النخاع الشوكي اللي راهم حساسين. اهم الامراض اللي تقيس المخ هي الاورام الورم سي لي تيومر لي تيومر سيريبرال. في هذه لي تيومر سيريبرال كاين الاورام الخبيثه والحميده، كاين الورم اللي يكون في النخاع الشوكي، نعم، كاين اورام اللي تكون في المخيخ في البصله السيسيائيه. يعني هذو كل اورام عملياتهم هي عمليات دقيقه، ويعني النتيجه احنا كيما يقولوا احنا جامي ضمننا النتيجه للمريض، نعم، عمليات معقده حساسه تحتاج امكانيات طبيه كبيره، تحتاج مهارات، نعم، مهارات شخصيه جراحيه كبيره. يعني مش كل جراح اللي يقدر يمس المخ يمس النخاع الشوكي. فيه تطور كبير في جراحه المخ من الاستقلال حتى الوقت هذا. انا كنا في اي تي دير اللي كانت سبيطار اي تي دير كانت المدرسه الاولى في جراحه المخ والاعصاب في الجزائر، وخرجت اكبر واحسن جراحي اعصاب جراحه في الجزائر. في شرشال يعني طورنا الجراحه وعملنا على تطويرها، والحمد لله يعني منطقه كما شرشال اللي كانت مش معروفه اصبحت قبله للمرضى في جراحه الاعصاب من 48 ولايه. والجراحه راهي تطورت قبل بعد الاستقلال، كان المريض كي تقول له عندك حبه في الراس يخاف انه يموت. صحيح. الحمد لله درك احنا رانا نديروا عمليه جراحيه على المخ على المخيخ على النخاع الشوكي، ونسبه الوفيات يعني ضئيله جدا، يعني في 1200 اللي قلت لنا، يعني كي نرجعوا للوفيات عندنا 20 وفيات، يعني من عندنا 1180 عملية اللي تكللت بالنجاح. يعني الإنسان قبل كنا نخافوا أنه كي نديروا عملية جراحية أن الإنسان ما يفطنش ما يتوفى، مي حاليا وبتطور العلم تطور الإنعاش تطور الوسائل التكنولوجية وتطور المهارات الإنسانية في الجراحة، يعني الحمد لله تحسنت الأمور، والمريض تاع جراحة الأعصاب ولا مريض كيما جراحة القلب ولا جراحة الكرش ولا جراحة يعني يسمى فيه تطور هناك كبير. هناك أمل كبير يعني. ومن أكبر الأمراض اللي نعالجوها في مستشفى شرشال هي الأورام، أورام المخ أورام المخايخ البصرة السيسائية، كاين الراشيس العمود الفقري، نعم، يعني كل أنواع أمراض العمود الفقري من أكسار من كسر من اورام حنا رانا نديروهم في شرشال. نديرو اكبر عمليات جراحيه بالمنظار، انا متخصصين في جراحه المنظار،
يعني شريحه المنظار انها تخلينا ما ندخلوش ما نمسوش المخ. نعم. نحو الاورام بلا ما تشوف المخ عن بعد بار لو ني استادير مني في الانسان. نعم. عندنا عينين تسمى قسم جراحه طبيه بول الاولاد الصغار الاطفال بول الاطفال ويعني نتكفلوا بكل امراض الاطفال في جراحه الاعصاب عندنا. عندنا قسم لجراحه الاعصاب في الاورام اللي تجي في قاع المخ على باز دو كران رانا نديروا فيها نديروا عمليه جراحيه على لي مالفورماسيون فاسكيلار تسمى التشوهات اللي تكون في العروقه تاع الانسان لي زانيفريزم لي مالفورماسيون تسمى يعني رانا نتكفلوا الحمد لله تسمى تقدر تقول سبيطال ويتكفل 95% من امراض المخ والاعصاب وكلها كفاءات جزائريه ماهره في هذا هي المجال. كلها كفاءات وهي كفاءات شبانيه يعني شباب مختصين فيها اساتذه مساعدين فيها اساتذه في جراحه المخ فيها اطباء مختصين وعندنا للاطباء المقيمين لي زانتر اللي معنا يعني ونقوموا بالعام اللي فات كي كنا في الكوفيد درنا اكثر من 900 عمليه جراحيه مالغري لي ريستريكسيون يعني اللي كانت عندنا مع الكوفيد وهبطنا اكبر عدد ممكن من المرضى ومع ذلك درنا 900 مريض الحمد لله وكل عام رانا العدد والاقبال يكون اكثر فاكثر في ثقه اكبر يعني الحمد لله احنا كي نديروا لا كونسلتاسيون انا نقول لهم توجور الباركينغ تاعنا فيه 48 ولايه الآن 58 58 ولاية معنية يعني عفا ولا يعني نتمنى السلامة للجميع لكن بروفيسور بوعيطة دعنا نتحدث عن استئصال الأورام السرطانية من المخ حسب التقنيات الحديثة التي تستلزم أن يبقى المريض مستيقظا خلال العملية الجراحية حدثنا عن تفاصيل هذه المسألة هي الأورام في المخ هي فيها أنواع كاين ورم منه اللي تيمر مالين هذوكم الخبيث الاورام الخبيثه هذيك ما نقدروا نديروها سوزاني سيجي جينير يعني نقضوا المريض كومبليتمون ونحيوا له الحبه مي كاينه اورام خبيثه حميده هذو اللي الجليوم دو باغرات هذو اللي نقدروا نديروا فيهم هذه لا كوم نابل احنا لا شيروجي اي في يعني الانسان يكون فاطن كيفاه تتم العمليه انه في بدايه العمليه انه نرقدوا المريض نعم بعد نفتحوا له نحيوا له القوقعه تاعو نحوا العظم تاعو حتى نصلوا الغلاف الغلاف المخ كي نصلوا في الغلاف المخ احنا نفطنوا المريض كومبليتوم يفطن كيما انا وياك زعما نبداو نتحدثوا معاه ونفتحوا نديروا لي انستيزي نديروا بتيت انستيزي الغلاف المخ نعم ومن بعد نفتحوا غلاف المخ نوصلوا المخ المخ يعني ميم الانسان يكون فاطن وتنحي له الورم من المخ وهو فاطن ما يحسش لا يوجد الم لا يوجد الم ما يحسش بالعمليه احنا هذه نديروها في حضور اطباء مختصين في الانعاش اللي مختصين ويعرفوا هذه العمليات ما همش كل الاطباء اللي يديروا هذه العمليات نديروها في حضور دي زوبتوفونيست استادير اطباء ولا دي تكنيسيان مختصين بالنطق مختصين بالنطق بس هما اللي يديروا لي تيست مع المريض ونديروها بحضور لي بسيكولوج نعم اللي هما خدموا العمل تاعهم قبل العمليه ويعملوا العمل المريض نفسيا في العمليه وبعد العمليه وهذه العمليه تكون افيك دي تيست لي تيست هذو ما يديروهم لي بسيكولوج ولي زورتوفونيست حنا رانا نتستيو له الحركه نتستيو له النطق نتستيو له العاطفه تاعو نتستيو حوايج بزاف وفي نفس الوقت احنا نقوموا بالعمليه ونحيوا الحبه هذيك اللي في الراس اذا كانت الحبه هذيك في منطقه حساسه تاع نطق راح نخليوها ونخليو كميه يعني جزء ضعيف منها اذا كانت ماهيش في منطقه حساسه نحيوها 100% وكيف يتم يعني تحديد الاسطح يعني احنا نعرف انه القشره المخيه بها اسطح كل سطح له علاقه بوظيفه حسيه يعني كيف يتم تحديدها يعني انت قاريه مليح لا فونكسيون تاع السيرفو هو المخ عنده وظائف كل منطقه في المخ عندها وظيفه معينه يعني ربي سبحانه دار لنا سيستم انه كل منطقه
فيها وظيفه. حنا واش نديرو في العمليه كي يفطن المريض؟ اون انستيميلاتير ما بعرفش كيف محرض. محرض يعني محرض. استيميلاتير هذاك فيه استيميلاسيون الكتريك. هذيك الاستيميلاسيون المحرض هذاك الالكتريك نعم كهربائي. نقيسوا الكهربائي نقيسوا به المخ. نقيسوا المنطقه. نعم. المنطقه هذيك مسؤوله على النطق. المالاد باسكو رانا نديرو له لو تيست يحبس ما عادش يهدر. اذا كانت المنطقه مسؤوله على حركه اليد اليد تحبس. اذا كانت مسؤوله على حركه الرجل الرجل تحبس من الحركه. وكي نحيوا له لاستيميلاسيون هذاك تعاود الحركه تولي ويعاود النطق يكون. دونك بهذه الطريقه نعرفوا هذه منطقه مسؤوله على الحركه، هذه منطقه مسؤوله على النطق، هذه منطقه مسؤوله على حركه الصبع، وهذه منطقه على الشمس مع باقي الحواس كلش الحركات. وكي نديرو نسموها هنا سيتين كارتوغرافي سيريبرال. نعم. نديروها قبل ما نحيو الحبه، نديرو لا كارتوغرافي سيماكم خريطه فيها منطقه من النطق في الحركه للشم كلش. ومن بعد حنا عندنا المناطق هذه كي تعود عندنا المنطقه نجيبو نشوف الحبه تاعنا وراهي ونحيو الحبه اللي بعيده على المناطق النطق وبعيده على مناطق الحركه. نعم. والمرض يربح انه الحاله تاعو قبل العمليه هي نفسها بعد العمليه. يعني ربما هذا هو الجدوى من بقائه مستيقظا. هذا الجدوى من العمليه. والمرض تاعنا بعد العمليه ثلاثة اشهر بعد العمليه يرجع يخدم عادي. كان عادي كان. هل ممكن ان تكون لها اثار جانبيه حتى ولو خفيفه يعني بعد مباشره بعد العمليه؟ ممكن تكون عندها اثار خفيفه. اما باغ اكزومبل انه النطق يروح له مي في نهار زوج ثلاثه بعد العمليه يرجع له النطق. تكون عندها اثر انه الحركه تروح له بعد العمليه مي سمانه بعد العمليه ترجع له الحركه. يعني هو في كل الحالات هو يربح 100% من العمليه الجراحية. وينتهي من مشكل يعني حساس في حياته. بروفيسور بويطه دعنا نعود يعني قليلا هكذا للاعراض الشائعه بالنسبه لاورام الراس او النخاع الشوكي. يعني كيف يعرف المريض انه احتمال كبير عنده ورم اما في المخ او في النخاع الشوكي؟ يعني هو النوع الورم اكبر اعراض اللي تقيس الورم كي تقيس الورم يقيس المخ هي اولا الصرع ليبيليبسي. نعم. الانسان يكون لاباس به يولي يعود يدير دي كريز ديبيليبسي فيها الصرع. كاين لي سيمتوم هذاك يكون الانسان باراليزي الشلل النصفي نصف الجسم تاعو. ثالثا يقدر يكون عنده سطر في الراس سطر هذا لي سيفالي هذوم ميرو يجيو في الصباح وما يروحوش بالدواء تعطي له باراسيتامول ما يتكلماش يجي له القي يقي لي يتقيا في النهار يتقيا الاف المرات. يعود ما يشوفش مليح ينقص له الرؤيه. يعني هو سا ديبون الورم هذا وين يكون. نعم. والشك كما قلت لك شك كل منطقه في المخ عندها وظيفه. وكل ما الورم يقيس وظيفه تظهر اعراض. قادر يروح له اللونغاج يولي ما يهدرش. يروح له النظر يولي ما يشوفش. تروح له السمع يولي ما يسمعش. تروح له الشم يولي ما يشمش. كل وظائف. وكاينه في المخ كاينه اعصاب كل عصب عنده وظيفه وكل عصب يتقاس يمد لك اعراض تاعو. في النخاع الشوكي هو انه الانسان النخاع الشوكي هو كيف نقول ان اورغان حساس جدا. يعني اي حبه تقيس النخاع الشوكي الاعراض راح تكون في اسرع وقت. انه يكون شلل في اليدين شلل في الرجلين قادر يكون في شلل في الرجلين واليدين. عندك ستر اللي يكون في الراس حاشاك الانسان يفقد مهم السيطره على البول تاعو يقعد يتبول على روحه. يولي باراليزي كومبليتمون في الجسم تاعو. هذو كل اعراض تدل باللي كاين حاجه في النخاع الشوكي تاع الانسان. والنخاع وهذا يحتاج انه لازم نديروا له ديزيكزاما رابيدمون. نعم. لازم ليها راديوات في اسرع وقت الاشعه في اسرع وقت
وبعد لازم ليه عملية جراحية في أسرع وقت باش نعطوا له الوقت أنه يريكيبيري بعد العملية الجراحية. وأهمية أيضا التشخيص المبكر بروفيسور بوعيطة، يعني حتى لا تكون هناك عواقب معقدة أكثر. هذا هو المهم، هو التشخيص المبكر. هنا كي نكونوا مع الأطباء العامين تاعنا ننسيستيو على التشخيص المبكر. قد ما يكون تشخيص مبكر للورم وأي مرض في جراحة الأعصاب، قد ما يكون هناك عملية في أسرع وقت، وقد ما يكون هناك فيه ريزلتا ملاح بعد العملية الجراحية، والإنسان يريكيبيري لي فونكسيون تاعو. طيب نعود إلى مستشفى شرشال، هل تقدمون تكوينا للأطباء؟ هل هناك مثلا عملية توأمة مع مستشفيات أخرى في الوطن؟ احنا مستشفى شرشال هو مستشفى مختص في جراحة الأعصاب، فيه ثلاثة أقسام: قسم جراحة المخ والأعصاب، قسم الأنستيزيا ريانيماسيا، وقسم طب الأعصاب. هنا في قسم جراحة الأعصاب عندنا 4 أو 5 توأمة. عندنا توأمة مع جانيت، عندنا توأمة مع تيميمون، عندنا توأمة مع مسيلة، عندنا توأمة مع تيارت، عندنا توأمة مع سوغاراس. يعني هذم كل الولايات زرناها ودرنا معهم توأمة. يعني في 2020 شفنا، رحنا للمسيلة، درنا توأمة في المسيلة، درنا توأمة في جانيت، درنا توأمة في تيارات، وقدمنا يعني قدمنا خدمات كبيرة للمرضى في الجهات اللي زرناها. درنا توأمة في سوغاراس، وكنا أكثر في يعني في كل توأمة نشوفوا أكثر من 500 مريض ونديروا عملية. أكثر الحالات بروفيسور التي أكثر يعني الحالات تستقبلونها وترونها في هذه المستشفى؟ أكثر الحالات في الانتيريور هما الانزلاق الغضروفي، لايرني ديسكال سواء لومبير سواء سيرفيكال. نشوفوا لي الاورام في المخ، ونشوفوا لي عند الاولاد الصغار نشوفوا لي سبينا بيفيدا لي مالفورماسيون كونجينيتال. هذه دي سبينا بيفيدا، حبات اللي يكونوا في الظهر للاولاد الصغار. وحنا اللي مال كي نكونوا في التوأمه اللي نقدروا نديروا له عمليه في الولايه نديروا له، اللي ما نقدروش العمليات المعقده نجيبوهم كامل شرشال ونديروهم لهم في شرشال. على ذكرك الاطفال بروفيسور بوعيطة، وهذا المرض سبينا بيفيدا، يعني ما هو وضعنا في الجزائر؟ يعني هل هناك يعني تزايد لهذا الداء او المرض، وما السبب يعني فيه؟ يعني هو مشكلة كبيرة لجراحي الأعصاب السبينا بيفيدا، باسكو السبينا بيفيدا ما يحتاج غير جراح الأعصاب، هو يحتاج جراح أعصاب أولا باش يدير له عملية، يحتاج بيدياتر باسكو الولد هذا كي يولد يكون معاه بيدياتر، يحتاج بسيكولوج باسكو بور لا فامي، باسكو لا فامي اللي ولد لها سبينا بيفيدا ومع وليده باراليزي من رجليه. نحاول نفهموا فقط للمشاهد الكريم ماذا نقصد بهذا المرض. المرض هذا هو تشوه يولد به الولد الصغير. التشوه هذا يكون عنده في النخاع الشوكي. وهو انواع، كاين تشوه في النخاع الشوكي، كاين دو تيب دو سبينا بيفيدا، كاين سبينا بيفيدا اللي راهي منتشره اكثر هو السبينا بيفيدا اللي ما نحبوهاش، ميلومينانغوسيل، انه النخاع الشوكي تاع الانسان يخرج فيه ان ساك مع العمود الفقري. يخرج في انساك مع الماء تاعو ومع الاعصاب اللي معاه، ويعطينا انه يعطينا شلل في رجلين الولد الصغير. نعم. ومن بعد يزيد له مام، يكون عنده زياده في الماء في الراس، في المخ. يعني الانسان يحتاج، الولد يحتاج زوج عمليات، انه نديروا له لا فالف، نعم، نقصوا له الضغط والماء هذاك اللي في الراس، ومن بعد نحيوا له الحبه هذيك اللي في ظهره والليبيري والنخاع الشوكي هذاك. دونك هذا هو. من بعد احنا نلقوا عوائق كبيره، انه لازم يدير لا ريديكاسيون، لازم يشوفوا بوسك هذا الولد عندهم تشوهات، يكون عنده تشوهات في القلب، يكون عنده تشوهات في الكرش، يكون عنده تشوهات في المبالي في المجاري البوليه تاعو، يكون عنده تشوهات في العظم تاعو، يعني يحتاج ديزورتوبيديست. تسمى هذا سيتي بريزون شارج كيما نقولوا احنا ميديسين ملتي ديسيبلينير، لازم كل الاطباء يشاركوا فيه. وحنا ما عندناش دي سونتر اون الجيري، اون با دي سونتر اللي فيه كل الاطباء. تلقى المريض مسكين يعني راهو عند الجراح اعصاب هنا، هنا يحوس على الاورتوبيديست، هنا يحوس على البسيكولوج. هذه المشكلة تاع السبينا بيفيدا. والعمليات هذه يعني تتم في أي سن هنا في الجزائر يعني مقارنة بباقي الدول؟ احنا والله أنا في المنبر هذا نقول أنا نحير إنه الناس
يجيبوا بعثات طبيه من الخارج باش يوبرينو سبينا بيفيدا. حنا ما دام نعرفوا انه اوبيرو سبينا بيفيدا بمهاره وبنجاح وما عندنا حتى مشكله في سبينا بيفيدا. سبينا بيفيدا نقول لك ممكن بالنسبه لينا من اسهل العمليات الجراحيه اللي ما نلقاوش فيها صعوبه ان نديروها. وحنا نلقاو باللي اخصائيين يجوا من الخارج وباش يعلمونا جراحه الاعصاب. احنا ما علمنا في جراحه المخ والاعصاب، احنا تعلمنا في الجزائر ونعرفوا نديروا جراحه الاعصاب في الجزائر ونعرفوا نديروا سبينا بيفيدا. وهذوك المختصين في اللي سبينا بيفيدا اللي يجيو يتعلموا هنا في سبينا بيفيدا، بويسك سبينا بيفيدا ما عندهمش في الخارج. احنا هما عندهم كي يكون عندهم مالاد ان انفون مال فورمي يدير لافارتومون. سما المشكل ريغلي، هو جامي يشوف قدامه سبينا بيفيدا، مي حنا عايشين معاه بيسك حنا يا وازع ديني ما عندناش الحق انه نديروا لافارتومون. دونك هل يمكن الوقايه منه؟ الوقايه منه صعيب انه كاين فيه وقايه. حنا جيسكا ماتنا هو درك البروبليم تاعو اكتويلمون هو سي جينيتيك. قبل نقولوا باللي لازم لا فام اونسانت لازم تدي حمض الفوليك حمض الفوليك وهذا بور ايفيتي سبينا بيفيدا. هذا سي دي تيوري، مي اكتويلمون لو بروبليم اللي بيرمو جينيتيك. وحنا كي يقعد عندنا سبينا بيفيدا الفو لو بروندو ان شارج سيريوزمون ان شاء الله. اشكرك جزيلا بروفيسور كمال بوعيطه رئيس مصلحه جراحه الاعصاب بمستشفى شرشال على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات القيمه. لا شكرا على وجهك. مشاهدينا الافاضل الى غرفه الاخبار وموجز باهم الانباء من هناك. موجز لأهم الأخبار من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. المستهد بالنشاط العسكري حيث شرع السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من يوم أمس في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلا. الزيارة المدنية هذه تندرج في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020-2021 بغرض تقييم مدى تنفيذ برامج التحضير القتالية، خاصة ما تعلق بالوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على حدودنا المديدة. السيد الفريق وفي كلمة توجيهية له لدى التقائه بالإطارات والمستخدمين والتي تابعها كذلك مستخدمو جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة، شدد على أن الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، محذرا تلك الأطراف المتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر، مع تأكيده على أن الرد على هذه الحالة سيكون قاسيا وحاسما. هذا وحرص السيد والفريق على التأكيد وبشدة على أن الجيش الوطني الشعبي مطالب أكثر من أي وقت مضى، سواء في إقليم هذه الناحية العسكرية الحساسة أو في جميع النواحي العسكرية الأخرى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية. خلال عرضه لحصيلة مجمع سوناطراك لسنة 2020 والسداس الأول من 2021، أكد الرئيس والمدير العام للمجمع توفيق حكار أن حصيلة الشركة تجاوزت 20 مليار دولار من الصادرات رغم تدهور الأسعار في الأسواق العالمية وظروف جائحة كورونا. وبخصوص قانون المحروقات، أوضح حكار أنه سيتم نشر جميع النصوص التطبيقية مع نهاية شهر جويلية المقبل، واصفا قانون المحروقات الجديد بالجذاب والمرن. وبالمناسبة أيضا أبرز الرئيس والمدير العام لسوناطراك عن عزم المجمع الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة. في الانشغال الصحي وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات، فيما تمثل للشفاء 243 مريضا خلال 24 ساعة الماضية، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
دوليا، وفي الملف الليبي يتواصل لليوم الثالث على التوالي ملتقى الحوار السياسي الليبي نشاطه بجنيف لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، والذي أعادته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى. هذا وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مداولات الملتقى في اليوم الثاني أظهرت تباينات في الرؤى حول القاعدة الدستورية للانتخابات. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوبيتش قد دعا في كلمة افتتاح الملتقى إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الفاتح من الشهر الداخل، ليتسنى للمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل. في الشأن الفلسطيني، أصيب عشرات الفلسطينيين باختناقات نتيجة استنشاق الغاز المسيل الدموع والرصاص المطاطي إثر مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس، فيما أصيب شابين آخرين بالرصاص المعدني. هذا وأدان مفتي الديار الشيخ محمد حسين قيام الاحتلال الإسرائيلية بهدم مباني في حي البستان بالقدس المحتلة، موضحا تمادي الاحتلال في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه. في المشهد الأفغاني، وبعد نحو 20 عاما على الانتشار العسكري، استكملت ألمانيا أمس سحب قواتها من أفغانستان في عملية كانت قد بدأتها في مايو الماضي، حيث غادر آخر جنود الجيش الألماني كابول حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الألمانية، وصفة للعملية بنهاية فصل تاريخي شهد انتشارا مكثفا وشكل تحديا للجيش الألماني، قتل خلالها أكثر من 50 جنديا. وفي السياق، قال مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي على بعد أيام ما يبدو من إتمام انسحابه من أفغانستان، مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 سبتمبر المقبل الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب القوات وإنهاء أول الحروب التي خاضتها أمريكا. في جديد جائحة كورونا عبر العالم، صنفت روسيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء كوفيد-19 بتسجيلها أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ تفشي الوباء خلال الساعات الماضية، علما أن انتشار نسخته المتحورة دلتا أدى إلى عزل عشرة ملايين أسترالية في مدن عدة. وباتت المتحورة دلتا الشديدة العدوى منتشرة في 85 بلدا على الأقل بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يزيد من مخاوف موجات وبائية جديدة رغم حملات التطعيم، ويبعد احتمال العودة إلى الحياة الطبيعية. إلى ذلك، تم إعطاء لحد الآن أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 عبر العالم. رياضة الآن، وفي كرة القدم، وبملعب القاهرة الدولية بمصر، تأهل سهرة أمس المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما إلى نصف نهائي كأس العرب للأمم 2021 بعد فوزه على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وهذا عقب انتهاء المباراة بالتعادل هدف لهدف، وهذا برسم الدور الربع النهائي، وهو ما منح للخضر بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. هذا سيواجه أشبال الناخب الوطني محمد لاسات في دور النصف النهائي المتأهل من مباراة تونس وجزر القمر، والمقررة اليوم على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر، فيما تجرى مواجهة نصف النهائي يوم السبت المقبل على الساعة 6 مساء. هنيئا لمنتخبنا الوطني.
وفي كرة المستديرة دائما محليا تتواصل اليوم اللقاءات الفاصلة لمجموعة جنوب غربي للصعود للرابطة الثانية لكرة القدم، حيث يواجه مولودية البيض نادي فنوغيل بملعب بومرداس. هذا والتحق أمس فريق اتحاد حتشوط بركب الفرق الصاعدة إلى الدرجة الثانية بعد تغلبه على فريق وفاق سور الغزلان بنتيجة هدف لصفر، ليكون خامس الصاعدين رفقة غالي معسكر وشباب برج منين إلى من مجموعة وسط شرق اتحاد ورقلة جنوب الشرق وحمراء عنابة مجموعة الشرق. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة ونلتقي على رأس الساعة بحول الله. أجدد ترحابا بكم مشاهدينا الأفاضل في الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح، والتي نستهلها بالحديث عن الشأن الصحراوي وآخر المستجدات بشأن القضية. ينضم إلي عبر الهاتف السيد عبد السلام عمار، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراوي. خير، شكرا لك على قبول الدعوة. صباح النور وتحية لك ولمشاهدي الجزائري. سيد عبد السلام عمار، يعني كيف تتابعون الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة على خلفية المستجدات الراهنة؟ نتابع هذه الوضعية بقلق شديد. جرائم يتعرض له الشعب الصحراوي من المناطق المحتلة، من أساليب وحشية، من تعنيف ضد المستضعفين والمدافع عن حقوق الإنسان، ولكن أيضا بالعزلة التامة للمناطق المحتلة عن المراقبة الدولية لحقوق الإنسان ولجان إنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخاصة فيما يتعلق بالوضعية المزرية للمعتقلين والأسر المدنيين الموجودين في مختلف السجون المغربية، في ووضعيتهم خطيرة جدا، بل هناك حالات اختفاء قصري في صفوفهم، وما يشغل بالنا ويشغل بال المجتمع هذه الوضعية الحالية. طيب سيد عبد السلام عمار، الكثير من الانتهاكات والممارسات التعسفية بحق الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين في سجون الاحتلال المغربي، علاوة على المضايقات الأخرى يعني مضايقات على الصحفيين، على الإعلاميين، على الناشطين السياسيين، ما هو دوركم كجمعيات أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين وغيرها من هذه الفعاليات، لدوركم في إيصال صوت هذه الانتهاكات إلى منظمات الحقوقية الوازنة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؟ دورنا ودور إيصال هذه المعلومات للمجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، والآن هناك يعني مجموعة من المنظمات في ائتلاف لمساندة الشعب الصحراوي في مجال حقوق الإنسان بجنيف، وعددها 278 دولة منظمة. أضيف إلى ذلك أنه تم استحداث منذ 5 سنوات مجموعة من الدول أيضا صديقة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بجنيف، بها دول وازنة مثل جنوب أفريقيا والجزائر ومن أمريكا اللاتينية ومن آسيا، و إلى يعني رفع المرافعة من أجل وضع نهاية لهذه الخروقات الخطيرة والغير مسبوقة، والتي تذكرنا بالعهود الوسطى كما يحدث الآن لحالة خلطة نقية وعدد النشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
سيد عبد السلام عمار، يعني بالنظر إلى الأزمات التي خلقتها الدبلوماسية المغربية مؤخرا والعزلة التي يعيشها المغرب بعد فشله في فرض منطقه بالمنطقة، والتي لا تتعدى أن تكون يعني هدية للشعب الصحراوي، كيف تتابعون كل هذه التطورات؟ نحن لا تنزل من المجتمع الدولي الوقوف مع هذه العدد مع الشعب الصحراوي وحمايته من هكذا انتهاكات خطيره لحقوق الانسان، ولكن يعني امام هذه الازمه وانكشاف الحاله الحقيقيه للمغرب واستهتاره بالحياه الابريه حتى المغاربه والاطفال وكذلك الوضعية للصحفيين والمدافع عن حقوق الإنسان في المغرب نفسه، فقد أصبح الآن جليا وردود الفعل تتوالى، وآخر فصولها هو يعني تذكير رئيس الدبلوماسية الأمريكية لنظيره المغربي بوريطة بضرورة احترام حقوق الإنسان واحترام الصحافة. نحن منشغلون أن المغرب لا يسمع النصائح ويستمر في الممارسات المشينة وعزلة المناطق المحتلة، إلا أن هذا كما وقع في السابق لن يثني الصحراويين على الاستمرار في مطالبهم المشروعة في الحرية والانعطاف. أشكرك جزيلا سيد عبد السلام عمار رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين على هذه المداخلة القيمة. مشاهدينا الأفاضل، في آخر ملف في هذا الصباح، صحوة روحية هو عنوان معرض جماعي يحتضنه رواق أمانديل بالعاصمة إلى غاية 10 جويلية القادم، بهدف جمع مبيعات اللوحات الفنية لفائدة جمعية ونسني لمساعدة مرضى الزهايمر وعائلتهم. أستقبل ضيوف ركن جمعيات بعد الفاصل. أرحب بداية بسيد عبد العزيز الحلوة الأمين العام للجمعية الوطنية والنسني لمساعدة مرضى زهايمر وعائلاتهم. سيد الحلوة صباح الخير وشكرا لك على تلبية الدعوة. أهلا بك. كما أرحب أيضا بالآنسة ميليزا بن عودية فنانة تشكيلية وممثلة الرواق الفني أمانديل. سيدة آنسة ميليزا صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير لك وصباح الخير لجميع المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أهلا بكما. بداية أبدأ معك سيد الحلو، يعني نتعرف بداية على هذه الجمعية، جمعية ونسني لمساعدة مرضى الزهايمر وأبرز أهدافها. شكرا. أولا وقبل كل شيء صباح الخير كل المستمعين والمشاهدين. هي جمعية ونسني تأسست طبقا للقانون 1206 المتعلق بالجمعيات، واعتمدت بتاريخ 15 فبراير 2018، بحيث أنها من أهم النشاطات تاعها التي ستجسدها في الميدان. النشاط الأساسي هو المرافعة لهذا المرض، لأنه ما يزال غير معروف يعني في الميدان، وهذه المرافعة هي تجاه المواطنين والأشخاص الذين هم يراعون هذا المرضى، يعني المرضى الذين بداء الزهايمر. تعرفي بلي هذا الداء هذا يكون عبء كبير على العائلات. نعم. ولهذا ارتأت الجمعية أنها تكون سند لهذه العائلات أولا وقبل كل شيء، وكذلك تكون في مساعدة المرضى من مختلف الجوانب. من هذه الجوانب التحسيس لرأي العام لتعريف هذا المرض، ومن الأهداف السامية للجمعية هو إنشاء ما يمكن نسميه بمركز مرجعي، يعني سنتر دو ريفيرونس دو لا مالادي، مركز مرجعي لهذا المرض، مرض الزهايمر، بمعيه طبعا السلطات العموميه المكلفه بهذا الميدان، يعني السلطات المكلفه بالصحه في البلاد، وكذلك انشاء مركز الاستضافه
نهاريه يعني ان سنتر داكوي دو جور حتى نخفف على العائلات من عبء الاعتناء والتكفل بهذا المرضى. نعم سيد الحلو، يعني ان يكون في العائله مريض زهايمر فهذا يعني امر متعب نفسيا للشخص المريض وحتى للعائله يعني افراد العائله الذين يندمجون كلهم في مساعده ومرافقه هذا المريض. ربما من هنا جاءت فكره الاعباء الثقيله والتفكير في هذه المبادره. وجه كلمتي اليك انسه ميليزا بن عدي، اولا نتعرف عليك في هذا المجال وثم نتحدث عن من اي كيف جاءت فكره هذا هذه المبادره التضامنيه الانسانيه. نعم، اذا انا فنانه تشكيليه ومهندسه مدنيه شو ريبريزونتاتريس دو لا غالري. اذا الفكره جات يعني الفكره الاساسيه لفتح الرواق هو انه نساعدوا الفنانين ونساعدوا الفنانين الشباب خاصه باش يبينوا الموهبه تاعهم للناس للناس. وبعد يعني ابري اكسبوزيسيون للفنانه نريما سادات شرفاوي كان يعني الحديث معمق مع الفنانه مع لو غاليست يعني خموا علاش ما نديروش ما نستغلوش لو غاليست يستغل المساحه تاعو والفنان يستغل المهنه تاعو باش نعملوا شيء خيري. فكانت يعني بما انه الفنانه نريما سادات شرفاوي عضو في جمعيه ونسني فاقترحت علينا هذه الفكره فكانت مرحب بها جدا لانه يعني مرض الزهايمر ما نشوفوش الناس يهضروا عليه بزاف. فكانت يعني وكل بيت نلقاو شخص عنده يعاني من هذا يعني من هذا المرض. فكانت فكرة جد مرحب بها وان شاء الله تكون ليست المبادره الاولى ان شاء الله. كم عدد الفنانين المشاركين في هذه العدد الفنانين المشاركين هما 8 إذا تسمحي لنا نبدأ الأسماء. أكيد طبعا تفضلي. فنانة نريما سادات شرفاوي، ويزع الشاب، أباب سيا، حفاف، بالحسين، ملوك، سرايا ملوك. أعود إليك سيدة الحلو، يعني اختير لهذا هذه المبادرة ولهذا المعرض عنوان الصحوة الروحية يعني مرتبطة بالجانب الروحي للإنسان، يعني كيف تنظرون إلى هذه المبادرة التي تأتي خدمة لفئة مهمة تعاني ممكن في صمت من في المجتمع؟ هي الفكرة ناجحة جدا لأن معروف أن الفنان هو إنسان يعني اجتماعي محض، هو يتعاطف مع كل القضايا ويجسدها في لوحات ولا في فنون تشكيلية مهما كانت. وهذه اللوحات التي هي في المعرض كلها تصب إلى تعريف هذا المرض وجعل أن الإنسان الذي يزور المعرض يحس بعمق المشاكل التي تعيشها العائلات التي تتكفل بمريض الزهايمر. وتسمت الصحوة الروحية لأن هذا المرض يعني لاتاك يهاجم يعني لو سيرفو بحيث أنه فيه أعصاب تتدهور وهذه الأعصاب هي التي ستلكي سور سيغتين فونكسيون دو لورغانيزم. نعم وظائف. نعم هذه الوظائف وهذه الوظائف تنهار بدورها. وعندما تنهار هذه الوظائف مثلا الذاكره اللي تنقص ولا لا بيرت دو روبير سباسيو تومبورال يعني ما عندوش الاشارات المكانيه والزمنيه الانسان هذاك يرجع يستلزم تائه. يرجع تائه ويستلزم يقظة دائمة من طرف المحيطين به. وفي هذا الصدد من نشاطات الجمعية تكوين المساعدين الأسريين والمساعدين والمرافقين الاجتماعيين. المساعدين الأسريين هم الذين يحيطوا بالمريض يعني من الأسرة من الأقارب. والمرافقين الاجتماعيين هم ناس يعني احترافيين يمكن أن تطلب خدماتهم يعني من ممكن خارج تطلب الأسرة. خدماتهم. هل يعني هل سيد الحلو هل هناك طريقة علمية محددة يعني يمكن من خلالها التعامل مع مريض الزهايمر دون يعني إحداث مشاكل نفسية لديه؟
طبعا في كل الامراض فيه سكون ابل لي بروتوكول يعني دو بريز ان شارج، ولو اني لست خبير يعني في المجال الطبي وبودي انا اترك للاطباء، ممكن نقول لك مثلا المساعده للمريض عند الفراش مثلا صدر لا بريز ان شارج ولي دي مالاد، هذا ممكن نكونوا فيه يعني نعم مساعدين الاسريين، لان المريض بداء الزهايمر مثلا يمكن انه يصدم العائله بحيث نعم. عنده لان كومبورتمون يعني عنده سلوك كيكون عادي، ونهار يبدا يمرض هذيك السلوك تتغير والعائله ما تفهمش. دائما احنا كي نشوفوا واحد عنده هذا المرض يقول لك خرف، لكن هذا الخرف هذا عنده مميزات، ولازم الانسان يعني ولو ما عندوش درك في العائله مريض بداء الزهايمر لازم يعرف باللي ممكن ان يصادف هذا الاعراض هذه، وما يردش اللوم على المريض، لان المريض خلاص ما عنده حتى ليس له ذنب مسؤولية يعني في المشكله. وربما هذا ما يستدعي ان تكون هناك يقظه جماعيه لدى افراد الاسره والمحيط بهذا المريض. انسه ميليزا، يعني اختيار عنوان الصحوه الروحيه لهذا المعرض، يعني ما دلاله ذلك بالنسبه لكم، بالنسبه لك كفنانه، يعني الدور المهم في ايقاظ صحوه الاخرين في علاج او التكفل بهكذا مرضى؟ نعم، يعني دور الفنان بصفه عامه هو انه يوصل رساله. يمكن احيانا كاين اشياء في داخلنا ما نقدروش نعبروها بكلمات، فاللوحه الفنيه هي اللي يعني نشوفوا نفسيتنا ونشوفوا اللي في داخلنا فيها، فهذه هي يعني مهمه الفنان انه يوصل رساله. فيعني في هذه المبادره الصحوه الروحيه هي انه حبينا يعني نشروا الوعي في الناس انه نقدروا بكل شتى المجالات نساهموا في بروموفوار، يعني باش ترقيه شتى المواضيع، ليس فقط في مثلا احنا نسمعوا. انا شخصيا ما كنتش نسمع بالاهميه، مش سامعه اهميه المرض الزهايمر، يعني كيف يعني صحيح في كل بيت في مريض، ولكن ما نفهموش انه مرض، ومرض يعني عنده علاج، ليس علاج تام لكن علاج يعني نفسي، يعني نفهموا المريض، يعني كما ما شاء الله في قال لك كاين ان سويفي، يعني متابعه ويقريو العائله. فهذا انا ما كنتش يعني عارفه انه يعني كاين هذا الاهتمام من هذا يعني من هذا الجانب. فكما قلت لك الفنان هو يوصل رساله، فاحنا كفنانين يعني لما طرح هذا الموضوع كنا جد، انا شخصيا كنت جد فرحانه وجد سعيده اني راح ساهم ولكم بشيء بسيط في هذه الخطوه. طيب ما هي المواضيع التي يعني تعالج في اللوحات المعروضه بشكل عام وبالنسبه للوحات الخاصه بك؟ نعم، بين المواضيع هو كما قلت لك هي نعبروا عن الشيء اللي داخلنا، الشيء اللي ما نقدروش نعبروه بالكتابه بالكلام. فمثلا مع يعني هناك لوحات عملت خصيصا لهذا يعني بوغ سو سوجي. فمثلا لوحتي فعملت لوحه خاصه تتكلم عن هذا الموضوع، يعني لان مريض الزهايمر يصبح مثل طفل صغير. نعم، فاحيانا الانسان لما ما يعرفش انه دخل يعني الاب تاعو ولا دخل في هذيك المرحله، كما قال يتحسب له بلي راهو خرف. فكما قال خارف هذا راه مرض ويداوى كيما قلنا بالسياسه، لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم، لازم نعرفوا انه هذا مثل الطفل الصغير. فانا يعني عبرت في لوحه تاعي انه في داخلهم يصبحون مثل الاطفال الصغار، فلازم المحيط تاعهم يتفهمهم ويعرف كيفاش طريقه كيفاش يتعامل معهم. سيد الحلو، يعني الفن اليوم كعلاج للعديد من المرضى من الامراض، وليس بالتحديد يعني فقط مرض الزهايمر، هناك ايضا امراض التوحد، اطفال التوحد، يعني هناك توجه نحو علاجهم او اكتشاف ما بداخلهم من خلال الفن، من خلال الرسم. اليوم يعني الفن كعلاج وايضا كتحسيس بوجود هذه الفئه، كيف تنظر الى ذلك؟ يعني هذا المعرض هذا يعطيك فكره عن النظره تاعنا لهذا العام. مثلا تحكم لافيش كيما راهي، لافيش تاع المعرض
تاع المعرض تشوفي هذا المخ اللي راهو يتلاشى يعني يعطيك فكره على عمق هذا المرض في ذات الانسان ومشكله النتائج تاع هذا المرض يعني الافرازات المرض في الحياه اليوميه للمريض. هي معروف ان سكون ابل لاخ ثيرابي معروف منذ قديم الزمان لان هذا الشخص هذا مثلا هذا اللي عملناه احنا هذا المعرض هو جانب من جوانب مساعده الجمعيات لتمويل النشاطات. نعم ونشكر كل الفنانين اللي ساهموا ونشكر اروقه امنديل على هذا المبادرة المشتركة مع السيدة السادات شرفاوي ناريمان اللي هي عضوة في الجمعية واللي طرحت علينا هذا الفكرة ويعني نشكرها جزيل الشكر على هذا المبادرة. كذلك احنا في البريز ان شارج يعني في التكفل رايحين او ديفلوبي دي زاتوليي d'expression artistique ce qu'on appelle يعني ورشات تاع للمرضى يعني كاين اشياء ما يقدرش يقولهم يعني بفمه لانه مدبدب لكن تعطيه قلم ولا بانسو ولا يقدر يعبر لك على ان شاء الله سيكون معرض تاع اللوحات التي سترسم من طرف مرضى الزهايمر في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. يعني سامي ليزا يعني انخراط الفنانين في المسعى التضامني او الاعمال الخيريه لصالح فئات معينه من المجتمع، الفنانون هم اكثر الناس احساسا وقربا يعني من كل المجالات. صحيح، فكما قلت لك الفنان هو يعبر عن عبرت اللوحات تاعو عن الشيء اللي داخل الانسان، فيعني المهنه والرول دو لارتيست اون رياليتي سي دو نوصلوا للرسائل. ف كيما قلتي انت يعني الفنان نلقاوه بزاف منخرط في هذا الاعمال الخيريه لانه هو يعني يحس يعني بالانسان اكثر من يمكن اكثر من شخص اخر. فان الفنان لما يعمل لوحه فيعطي كل طاقته فيها فتحسي انه في يعني في كل كما كومي اللي دون سا بول بكل روحانيه. فاظن انه الفنان يعني يكون يعني راح يساهم بطريقه جد فعاله في بروموفوار ربما ايضا يعني هي وسيله لتذكير الناس بوجود هذه الفئه ايضا. صحيح. خلال اللوحات المعروضه. صحيح، هي يعني لو فات كو في ليكسبوزيسيون والناس تجي تشوف ليكسبوزيسيون وتتساءل ما هو الهدف من يعني المعرض. فاحنا احنا والجمعيه يعني اونيساي نفهموهم يعني الهدف من هذا يعني ليكسبوزيسيون، فنلقاهم انهم مهتمين. فهناك اشخاص مثلا في هذا يعني لو فيرنيساج اللي فات فنقابل اشخاص من في عائلاتهم عندهم هذا المرض، فتعرفوا على الجمعيه وراح باذن الله ينخرطوا في يعني يشاركوا في الجمعيه وينخرطوا في الجمعيه. وربما هناك يعني مشاريع اخرى مستقبليه يعني في هذا الاطار وعدم الاكتفاء حتى فقط يعني بمرضى الزهايمر، يعني المجال مفتوح حتى للتعاون والتضامن مع باقي المرضى الاخرين، وهو مسعى يعني مهم جدا ان تنخرط الجمعيات وأن ينخرط الفنانون في هذه المبادرات الإنسانية التضامنية. سيد الحلو، يعني من بين المشاريع كما أسلفت سابقا هو التحضير لمركز مرجعي لدراسة المرض، وأيضا المرض إن شاء الله بمعية الإخوة المسؤولين في وزارة الصحة ووزارة التضامن، لأن الجمعية هي جمعية تضامنية اجتماعية محضة تحتني بهذه الفئة. وهذا المرجع إن شاء الله سيكون هذا المركز المرجعي إن شاء الله سيكون عبارة عن مكان وين يلتقي فيه كل الأخصائيين المتكفلين بهذا المرض، ويكون فيه يعني دراسات وتحقيقات وكل ما يخص المرض في الجزائر للتعرف عنه بعمق وإن شاء الله حتى في التمكن من
تقليص من الإفرازات الاجتماعية لهذا المرض على العائلة خاصة وعلى المجتمع يعني ككل، بحيث أنه هذا التكفل أصبح عبء كبير. تعرفي أن في الجزائر عندنا عدد الأشخاص المسنين بدأ يكبر، بحيث أن الحمد لله يعني الأوضاع الصحية للجزائريين راهي تحسنت ومدة العيش تاعهم راهي تزايدت، يعني ليسبيرونس دو في اوغمونتي، يعني 77 سنة بور ليزوم، 77 سنة للرجال و 78 سنة للنساء. إذا يعني لو كان نشوفوا يعني على آفاق 2050 إن شاء الله سيزداد هذا العبء هذا ثقلا على المجتمع. وحنا ارتأينا أن قبل ما يزيد علينا يعني نبداو من درك يعني نحطوا اللبنة الأولى لكي يكون فيها التحام بين المجتمع المدني والسلطات العمومية للبلاد لتصدي لهذا المشاكل اللي راهي جايتنا إن شاء الله، وهذه إن شاء الله نجعلها قدوة حسنة لكل الجمعيات ولكل الأروقة الفنية. لما لا، وربما هذه رسالتك في الأخير. هذه إن شاء الله تكون يعني نحن لكل الذين يساهمون في تمويل هذه الجمعيات، أصحاب الأيادي البيضاء يعني كل المهتمين كل المهتمين بهذا المشكل، لأن تعرفين الجمعيات يعني اللي هي سلكي سون بازي سو البينيفولا يعني حتى في العالم كله راهي بدات تبان يعني الليميت تاعها، يعني لازم نكونوا يعني جمعيات محترفة. نعم. والجمعيات المحترفة هي التي عندها إمكانيات لتجنيد التمويل مهما كان لصالح الفئات التي هي تعتني بها. نعم. وبالنسبة لك يعني ميليزا في الأخير، يعني ما هي الرسالة التي تبغون تمريرها من خلال هذه المعارض، ورسالتك يعني كفنانة للاهتمام بهذه الفئات الهشة في المجتمع؟ نعم، فرسالة يعني الهدف من هذا المعرض أن نقول للناس والكل يعني في كل مجالات ليس فقط في الفن، يعني نقدر نستغل المهنة تاعنا للحديث عن ولا تسليط الضوء عن وضعية أو مرض. نعم. فاحنا استغلينا يعني الوقت تاعنا باش يعني نبينوا للناس انه يعني لا يوجد شيء محدود. فمثلا الرواق فيه يعني لوحات فنيه استغليناها للحديث عن مرض، فاظن انه ان شاء الله تكون ان شاء الله بدايه موفقه وما تكونش اخر انيشيتيف يعني نديروها، و يعني نقول للناس أنهم يشاركوا في هذه المبادرة ويجوا يشوفوا المعرض الذي سيستمر إلى العاشر من جويليا القادم. العاشر من جويليا وفيه سبع فنانين، فهناك يعني تنوع في اللوحات الفنية، فإن شاء الله يكونوا يعني حاضرين ويشاركوا ولو بشيء بسيط، لأنه يعني أن بورسنتاج شاك أن تابلو فوندو كان أن بورسنتاج يروح للجمعية، وإن شاء الله يكون يتلقى صدى كبير ويكون نجاح إن شاء الله. إن شاء الله. وبداية النجاحات. إن شاء الله. أشكركما جزيلا سيد عبد العزيز الحلو الأمين العام للجمعية الوطنية والنسل لمساعدة مرضى زهايمر وعائلاتهم على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. وشكرا لك أيضا الأنسة ميليزا بن عودية، فنانة تشكيلية ممثلة الرواق الفني أمونديل الذي ينظم معرضا للفن التشكيلي بعنوان صحوة روحية للفنانين التشكيليين. أشكرك على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا على الاستضافة. شكرا. أهلا بكم. مشاهدينا الأفاضل، الرياضة الجبلية استكشاف وسياحة، تقول سهيلة دغمون في هذا الروبورتاج. الاستغوار وممارسة الرياضات الجبلية هواية تستقطب شباب وشابات ولاية بجاية، شابات رائدة في هذا المجال. غير مكترثات للتعرجات الخطيرة داخل الكهوف وبمنحدرات رأس كربون، اختارت ليليا وصديقاتها ممارسة رياضة الاستغوار في منطقة تعد من أجمل الوجهات السياحية الساحلية بالجزائر. الكاف كربون معروف في سديق بجيس، يسعى للكوتين البحر، ce qui fait que اسمها جو اسمها خدم لي زاكتيفيتي اسمها دسن الغاشي اسمها اون مونتر لي زاكتيفيتي نخدم. من بعد ما درنا الماستر تاعنا لي اون ا ديكوفير سو كلوب
ساعدنا باسكو سي ما يديروش غير الرياضه يديروا ثاني ان فولي سيانتيفيك نجيو نديروا دي زونطرينمون هنا كيما يقول لك شاك فان سيمين هنا لي نديروا لي زونطرينمون تاعنا وكي تكون اون بروسبكسيون اون غروت ولا نروحوا نديروها هي يعني هوايه ما شاء الله وسعيا منها لاكتشاف هذا العالم الغامض استطاعت هاجر أن تكون أول امرأة تنزل عموديا داخل كهف يفوق عمقه 500 متر كي تقول 500 متر ماشي تجي دخل وخرج راكي تجوزي 24 ساعة تحت الأرض داكور البرد على عيامة كليتي مرقدتي نجاو دي زيترونجي يساتوندي با فوار لو بوتونسييل دي جون الجيريان dans les sports de montagne parce que qui jaw fi rasom ma kanch الجزائر ماشي مديفلوبيا في الحوايج هادو au contraire ils s'attendaient pas à avoir ces compétences club تاعنا les femmes اللي راهم qui s'activent لداخل elles sont vraiment compétentes il est temps de les encourager parce que sincèrement عندنا un grand potentiel qui ma قال لك الكوليك تاعي il est temps de كيفاش يقولوا exactement exactement باش يقدروا يكونوا ناس بالك exact d'ailleurs في الكلب تاعنا كاين دي في كي انكادر لي جون اللي راهم جايين دو بارتو ماشي غير نوتر ولايه كل بلدان البحر الابيض المتوسط اللي راه يطلعوا على البحر المتوسط سواء في الجنوب ولا في الشمال يديروا ان ترافاي دو بريزونطاسيون تاع توت لي غروت كي اكزيست في بلادهم اون اي اون تران دو بريباري سو ترافاي او لو ترافاي هذايا في ان ترافاي دو فون معناتها كاين الموروت اللي كان داخل لا غروت لي تيب دو غروت لوريزونتال لو فيرتيكال عندهم ان كوتي هيستوريك عندهم ان كوتي توريستيك بحر وطبيعة وجمال لا ينقص سوى سحر الرياضة الصباح الرياضي آخر محطة في هذا الصباح والزميل بلال بوزيدي بعد الفاصل بلال صباحك سعيد وإليك التفاصيل شكرا لك يا عفاف صباح الخير جمهورنا الرياضي الكريم مرحبا بكم معنا إلى هذه الورقة الرياضية والبداية بأخبار بطولة العرب المقامة بمصر حيث تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة إلى الدور النصف النهائي من ذات البطولة بعدما تغلب على نظيره المغربي بنتيجة 4-3 إثر ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بهدف لكل فريق ويواجه المنتخب الوطني في الدور المقبل الفائز من مباراة تونس وجزر القمر فهنيئا لمحاربي
الصحراء. في موضوع آخر، تمكنت المصارعة الجزائرية إصلاح في مصارعة الجيدو سونيا إصلاح بالتأهل أو ضمان ورقة التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو المزمع إجراؤها شهر جويلية المقبل، بعدما حققت النقاط المطلوبة لأجل التأهل لهذه المنافسة. وفي أخبار تأهل الرياضيين دائما، تمكن العداء الجزائري ياسين حتحات أيضا من تحقيق الحد الأدنى في سباق 800 متر ويضمن بذلك المشاركة في أولمبياد طوكيو. في موضوع آخر، وفي مباريات الفاصلة التي تتواصل طيلة هذا الأسبوع، تمكن فريق اتحاد حجوط من ضمان ورقة الصعود للقسم الثاني بعدما تغلب بهدف دون رد على فريق صور الغزلة. التتويج هذا على كل حال جهد ناس عام وهي سنة وهي تخدم باه تلحق، الحمد لله ناس كانت تلعبنا على حسب الإمكانيات اللي توانا، والحمد لله وربي يوفقنا العام الجاي إن شاء الله. طيب كيف من حقك تفرح على فكرة، أنا نشوفك الضغط بزاف، من حقك تفرح. طيب كيف سيرت المباراة اليوم؟ سيرنا المباراة على حسب إمكانيات اللاعبين اللي عندنا، والحمد لله درسنا الخصم على كل حال، كان عندنا فيديو شفنا المباراة وخذينا الحوايج اللي نجمو نتفيدها، والحمد لله ربي جابها في الصواب. السلام عليكم. قبل كل شيء نشكروا ربي سبحانه ونحمده على هذه النعمه اللي عطاها لنا اليوم. بون واش نقول لك، التالق جاب بمعاونه تاع اصحابي كاع، يعطيهم الصحه كاع، وقفوا يد وحده كاع. ما تقدرش تيماجيني كيفاش كنا عايشين هذيك لا سومان، والله العظيم والله والله وربي راه شاهد لو سول اللي على باله كيفاش جوزنا لا سومان هذه اللي جازت. سور لو بلون مونطال، ماشي على سور سي با، ماشي على لو بلون زعما لا تكنيك ولا من الناحيه النفسيه عانينا بزاف، عانينا لا كلي تاع الماتش اللي كانت سي كانت على لو بلون مونطال اللي كان محضر ذهنيا مليح هو اللي فاز المقابله. وعملنا على هاد على هذا الجانب بزاف بزاف، اللي ايضا جابت النتيجه والحمد لله يا رب. افون تو الفوز هذا ان شاء الله نهديوه لانصار اتحاد حجوت. شيخ على المباشره، الواحد ما تمشيش الكاميرا بظهرك ابدا. كما قلت لك الفوز هذا نهديوه لانصار اتحاد حجوت، باسكو صافي 5 ولا سيزون هما يستناو هاد لاكسيسيون ناسيونال دو، رجعناهم بلاصتهم، باسكو حجوت اسم كبير ماهيش ايكيب اللي تلعب في لاماتور. الحمد لله احنا وعدناهم في ديبي سيزون بلي ان شاء الله نطلعوا، والحمد لله ربي وفقنا وطلعنا. وفي وقت سابق حقق غالي معسكر الصعود للرابطة الثانية هواد بعدما تغلب بهدف دون رد أمام وداد مستغانم في مباراة السادة التي أقيمت بوهرة. البحث عن حامق محساس أو حمساس عنده الكرة دائما من هناك، محاولة التسديدة تسديده، ويا لها من كرة، ويا له من هدف لغالي معسكر، لم يرى فيها شيئا الحارس بوهدا. يا لها من تسديده من هناك من تاجر باليمنى، حطها له في الشباك من على بعد 30 متر. 1-0 لغالي معسكر امام وداد مستغانم في الدقيقة 70. الحكم لن يتوانى في الإعلان عن نهاية هذه المباراة. كرة طويلة لصالح الوداد في منطقة الجزاء، من هناك والحكم قموح يعلن عن نهاية المباراة وبصعود غالي معسكر بعد تفوقه اليوم على وداد مستغانم بهدف مقابل 0 في مباراة كانت جميلة وشيقة ومثيرة. فعلا غالي معسكر الذي يستحق الصعود اليوم في هذه المباراة. ألف مبروك لغالي معسكر العودة إلى القسم الثاني لهذا الفريق العريق، وحد أوفر لفريق وداد مستغانم الذي نتمنى أن يعود هو الآخر إلى مكانته الطبيعية إلى القسم الثاني ولما لا القسم الأول. نبقى دائما مع مباريات الفاصلة والتي تلعب آخرها اليوم الأربعاء بين مولودية البيض ونادي فنوغيل من مدينة أدرار عن مجموعة جنوب غرب، وسيحتضنها ملعب بومرداس هذا الأربعاء. والآن وقفة عند آخر استعدادات نادي فنوغيل الذي حضر للمباراة الفاصلة بمدينة مستغانم ويسعى لتحقيق الصعود، وهذا في تقرير الزميل طه شعبان.
بعد احتلاله صدارة ترتيب الفوج الثاني لمجموعة الجنوب الغربي للقسم الثالث هوات. دخل فريق اتحاد في نغيل ممثل ولاية أضرار في تربص مغلق لمدة أسبوع بالولاية الساحلية مستغانم، وذلك استعدادا لمباراة السد أمام مولودية البيض. الإدارة من لا شيء وفرت حاولت توفر لكل شيء اللاعبين فوق مجهوداتها الخاصة، مجهودات نقولوا مجهودات دارت فوق الطاقة المجهودات نتاعها باش نوفروا اللاعبين كل إمكانيات وكل الظروف. اللاعبون واعون بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم ويطمحون لبذل قصارى جهدهم لتحقيق حلم الصعود ودخول التاريخ من أوسع أبوابه بافتكاك تأشيرة الصعود إلى القسم الثاني هوات لأول مرة. كما راك تشوف اللاعبين كاع راهو كونسيو حاسين بالمسؤولية، إن شاء الله إحنا عندنا مسؤولية راه على عاتقنا، إن شاء الله يا ربي نفرحوا هذيك البلدية وساكنة ولاية أضرار عامة إن شاء الله ونفرحوا الجنوب ثاني إن شاء الله. كي لحقنا لهذا الماتش بارج نطمئن باش نحققوا الفوز إن شاء الله، ونتمنى هذا الفريق يكون في القسم الثاني إن شاء الله. ما بكل الصعوبات اللي فوتناها المادية ومهم فوتنا أم كشغل صعب بزاف، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. تقريب مقابلة كأس مقابلة صعبة تختلف عن مقابلة البطولة، قادرة تحسم كاع في الدقائق الأولى كما قادرة تمشي للأشواط الإضافية. حنا إن شاء الله راح نديروا اللي علينا، رانا محضرين تحضير جيد ورانا تقريبا زعما إن شاء الله نحاولوا نفوزوا بالمقابلة. الطاقم الفني ضبط برنامجا تحضيريا وركز على الجوانب الدفاعية والهجومية بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين فنيا ومعنويا تأهبا للمباراة الفاصلة. هذا الفريق إن شاء الله غادي نحطوه هزينا تحدي باش إن شاء الله نلعبوا لي برومي بلاس. كي لعبنا لي برومي بلاس ولا عندنا النوتر بيت باش أننا نكونوا إن شاء الله الرحمن الرحيم مع الكبار إن شاء الله في المركز في المحترف الثاني، وربي إن شاء الله يوفقنا. هذا هو الطموح نتاع الفريق والطموح نتاع الإدارة والطموح نتاع دائرة فنوغين هذه اللي تمثل ولاية أضرار. وحقق فريق اتحاد فنوغيل في هذا الموسم نتائجا باهرة عكست الطموح الكبير والإرادة القوية للاعبين والإدارة، والمبتغى افتكاك تأشيرة صعود إلى القسم الثاني هوات لأول مرة في تاريخ النادي. فريق مولودية البيض هو الآخر يعد العدة لملاقاة نادي فينوغيل من أضرار، حيث اختار الفريق مدينة ولاد موسى بولاية بومرداس لإجراء معسكره الإعدادي قبيل المباراة الفاصلة التي سيلعبها اليوم. وليد فرحاني تنقل لنادي وأعد الورقة التالية. بمعنوية مرتفعة أنهى فريق مولودية البيض تحضيراته بملعب لطفي قنديل بولاد موسى تحسبا لمواجهة اتحاد فنوغيل الأربعاء على ملعب جلال بنعامة ببومرداس، وهذا لتحديد الصاعد الجديد للقسم الثاني. أشبال المدرب عبد الحاكم بن سليمان وضعوا الرتوشات الأخيرة قبل المواجهة الحاسمة وأبدوا استعداداتهم على كافة الأصعدة. في هذه المقابلات كما قلت نتمنى ان اللاعبين يكونوا في يومهم، يكونوا في نهار المقابله يكونوا جاهزين، وخاصه من الناحيه الذهنيه والنفسيه. نظن هذا هو العامل الاساسي في مثل هذه المقابلات. ان شاء الله احنا ربي نكونوا في نهارنا ونفرحوا الشعب تاعنا لا ينتظر فينا بشغف. الفريق الازرق الطامح للصعود والذي حقق مسيره استثنائيه باحتلاله الصف الاول دون خساره تذكر يطمح للعوده الى القسم الثاني واسعاد جماهير تتوق للافراح. حلم مولوديه البيض للعوده للقسم الثاني بعد قرابه 20 سنه يتوقف على مباراه فاصله امام ممثل ولايه اضرار الذي لن يكون بالخصم السهل، فمن سيحسم اللقاء يا ترى ويظفر بتاشيره غاليه تنصف سخاء موسم كامل. في موضوع آخر وبعيدا عن كرة القدم، دخل المنتخب الوطني لرياضة الكومبو أكابر في تربص تحضيري بالمركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بالسودانية بالعاصمة استعدادا للبطولة العالمية المزمع تنظيمها بتونس ما بين 18 و24 من أكتوبر المقبل. جانب من التحضيرات وقفت عليه الزميلة نسرين شبوط.
بعد أن أصبحت اتحادية مستقلة وبعيدة عن اتحادية الفنون القتالية. ها هو المنتخب الوطني للكامبو ينطلق في أول تربص له بمركز تحضير الفرق الوطنية بالسويدانية، يدوم إلى غاية الثالث من شهر جويليا المقبل، استعدادا للبطولة العالمية التي ستجرى من 18 إلى 24 من أكتوبر المقبل. المنتخب الوطني لهذه الرياضة يتدرب بصرامة وجهد من أجل تطوير مستواه والحفاظ على مكانته التي سبق له أن حققها في الطبعة السابقة للبطولة العالمية. الطاقم الفني سهر على ضمان أفضل جاهزية من الجانبين البدني والتكتيكي، حيث سطر برنامجا يحتوي على 3 حصص تدريبية في اليوم لتدارك النقائص لتصبح عناصر النخبة في أتم استعداد. هذا التربص أول في الفريق الوطني، ودلنا استطيل بربور واسمو كورونا دلنا البيسيار كالي زطريت الحمد لله استطيل ما عندهمش كورونا على حسب الريزولتا، ورانا نخدمو الحمد لله ونبريبارو إن شاء الله لتونس من 18 إلى 24 أكتوبر إن شاء الله. نروح إن شاء الله نجيبو نتكلاسو إن شاء الله نطلعو واسم البوديوم ان شاء الله. ان شاء الله احنا نخدموا بشيء للحفاظ على المرتبه، نحوسوا بليس حوسوا ان شاء الله بريمي بلاس وان شاء الله نحققوا النتيجه بتربص ان شاء الله. اليوم الثاني للتربص لا بريباراسيون دي مومون كي حبسنا شحال هذه على بالكم جائحه كورونا ما خلاتناش نكملوا لي ريغروبمون تاعنا، ميم سي درنا اول يعني ريغروبمون في مديه وحبسنا على كورونا. دي مومون اليوم ان شاء الله رانا بدينا بالتحضير نتاعنا وان شاء الله نشرفوا الرايه الوطنيه ونحققوا دي بون ريزولتا. الاتحادية الجزائرية لرياضة الكامبو وفرت كل الإمكانيات للرياضيين، كل هذا من أجل تطوير هذه الرياضة وفرضها في المحيط الرياضي. وفرنا لهم كل الإمكانيات يعني خاصة فيما يخص يعني مركز تحضير النخب، يعني راهو يعني في استعداد تام، يعني كل الإمكانيات يعني راهي متوفرة لهنايا، إمكانيات يعني التحضيرات، إمكانية الاسترجاع للرياضي، كل شيء موفر. حنا إن شاء الله يعني الهدف يعني المسطر من طرف الاتحادية هو يعني التحصل على المرتبة الثانية أو الثالثة باش ما نديروش الضغط على الرياضيين، مرتبة أولى باش ما يكونش عليهم الضغط. حنا نقول لهم يعني مرتبة الثانية ولا الثالثة في الترتيب العالمي، لأنه ما يخفالكش أنه سنة 2019 شاركنا في بطولة عالمية في إسبانيا غوادالاخارا، كانت يعني الجزائر تحصلت على المرتبة الثالثة عالمية. هيئة تعمل في الصمت، عناصر نخبتها يتدربون بجدية لإثبات جدارتهم في المواعيد العالمية والقارية. بالتوفيق للمنتخب الوطني. في موضوع آخر، انطلقت السبت البطولة الوطنية للألواح الشراعية بولاية وهران. البطولة تعد تجريبية قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمها بالباهية وهران، كما تعد فرصة لانتقاء أفضل الملاحين من أجل تدعيم المنتخب الوطني الأول لذات اللعبة، كما تعد أيضا مرحلة تحضيرية لأولمبياد طوكيو للرياضيين المتأهلين للعرس العالمي. وللحديث أكثر اقترب مراسلنا من وهران طه شعبان من بعثة المنتخب الوطني أو من منظمي البطولة وجمع التصريحات التالية. هذه درت فيها وفقني ربي، درت فيها الأول ومازال عندنا واحد 6 كورس ولا 7 إن شاء الله نكملوها. كي دخلنا درنا يفالي نديرو 3 مونش، درنا يسوي الكورس، درنا يسوي المونش باسكو على جريح. لا مونش هادي اللي درناها كان فيها واقيل درنا 45 مينوت مالوريزمون كان ناقص شويه الريح، ما قدرناش نديرو بليس دو مونش، درنا وحده اللي درت فيها المرتبه الاولى، ولو كلاسمون مازال ما باش باسكو منافسه قويه شويه ونديرو حنا اللي علينا ان شاء الله. برك نتمنى برك هاد الايام اللي قاعدين يكون فيهم الريح باش يتسمى باش لي جون هادو ما يقدروا يزيدوا يمدوا خير، باسكو اليوم الريح غبلنا كما نقولوا، شغل ناقص بزاف. نتمنى لهم ان شاء الله نجاح ليهم والشباب اللي طالع ان شاء الله. تنظيم محكم، كل واحد لعب الدور تاعو كطون اطون كاربيت كحاكم ولا كمنظم سيرلو في المنافسه الرياضيه في السباق،
دونك شفنا مسابقه رائعه باركور محكم لي زاربيت اون ميتريزي لا سيتياسيون ان فون فابل بون فون فابل اونتر وصراحه 30 كيلومتر بار اور 30 كيلومتر بار اور درنا اون سيل مونش في كل اصناف الرياضيين كانوا في المستوى. إلى المبارزة حيث يواصل أيضا المنتخب الوطني تربصه التحضيري استعدادا للألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، حيث انتقل المنتخب الوطني للمبارزة لإيطاليا لإقامة تربص هناك يمتد من 27 جوان الجاري ويتواصل إلى غاية 6 من شهر جوليا المقبل تحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. وتضم قائمة الرياضيين المشاركين في هذا التربص المبارزين الأربع المتأهلين أو المبارزين الأربع متأهلين للأولمبياد، وهم كل من أكرم بونابي وكوثر محمد بالكبير في اختصاص سيفي الحسام، أما سليم حروي ومريم مباركي فسيدخلان المنافسة في اختصاص سلاحي الشيشة. الآن نستمع إلى أهم التصريحات في المراسلة التالية. التربص التحضيري بإيطاليا راح يكون على مستوى المعهد الأولمبي لإيطاليا خاصة في اختصاص سيف الحسام. الفترة 10 أيام تقريبا نحن نحاول نعوض بعض التأخير بسبب امتحانات، خاصة نركز على جانب تكتيكي أو تقني تكتيكي اللمسات الأخيرة اللي راح نعول عليها للمبارزين يقوموا بها خلال الألعاب الأولمبية، خاصة عارفين أنه تصنيف التحمل يسمح لهم أن يكونوا العام منافسين بنفس المستوى، التحمل راح يكونوا ضد منافسين أقوياء منافسين عالميين. هذا هو يعني البرنامج، الهدف من هذا التربص هو تحضير خاص، تحضير خاص هذا بالجانب التقني لانه سيف الحسام يطلب يعني تقنيات خاصه، لذا نحاولوا نركزوا على بعض اللعب الخاص بهم، خاصه نصوروا لو نوعا ما المنافس راح يكون خصمه، راح نحاولوا نطبقوا يعني في التدريبات يعني الخطه اللي لازم يدخلوا بها خلال الاولمبياد ان شاء الله. ستاج سي دون ان كلوب فراسكاني، هذا الكلوب سي لو برومي كلوب في سبيسياليتي فلوري. On espère avoir beaucoup d'expérience demain parce que les meilleurs athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques sont connus. C'est l'athlète junior qui est qualifié aux Jeux Olympiques. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الجولة الرياضية، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، عودة إليك عفف. شكرا لك بلال، شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الأفضل في ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح على كرم الوفاء والمتابعة، إلى اللقاء.